بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلبه وطالبات الشهاده الاعداديه وحلقه جديده من برنامجكم مدرسه على الهواء. قبل ما نبدا حلقتنا النهارده يسعدني ان انا ارحب بضيفي وصديقي الاستاذ حسام محمد احمد خبير ماده العلوم بوزاره التربيه والتعليم. اهلا بك يا استاذ حسام. اهلا بك يا استاذ عادل، اهلا بابنائنا. ان شاء الله النهارده حلقتنا هنتناول مراجعه على الفصل الدراسي الثاني، وده برضو تمهيدا لابنائنا اللي ما اسعفهمش او لم يسعدهم الحظ في ان هم ينتقلوا من الشهاده الاعداديه الى المرحله الثانويه، وبنقول عليهم طلبه اللي هم عندهم الدور الثاني في ماده العلوم. يمكن قدمنا حلقه قبل كده خاصه او تناولت الفصل الدراسي الاول، حضرتك راجعت فيها مراجعه شامله. ان شاء الله النهارده برضو عايزين نراجع على منهج او مقرر الفصل الدراسي الثاني، وطبعا افضل شيء ان احنا بناخد نماذج اختبارات الكتاب المدرسي. عندنا حوالي 6 اختبارات موجودين، وطبعا في تدريبات كمان موجوده في الكتاب. فهي الاسئله دي المفروض طبعا ابنائنا بيرجع يراجع تاني على المنهج ككل، ويبدا بعد كده يشوف نوعيه الاسئله اللي موجوده ايه. فنوعيه الاسئله عندنا طبعا السؤال الاولاني بيقول اكمل العبارات التاليه: تفرز الغده نقط هرمون ينظم النمو العام للجسم. تفرز الغده، طبعا هنقول الغده النخاميه هي دي الاجابه. قبل ما نتكلم بقى على الغده النخاميه نقول وظيفتها، هنعرف يعني ايه كلمه هرمون، هنعرف يعني ايه الغدد، ايه وظايف الغدد، يا ترى الغدد نوع واحد، عشان نفكر برضو ابنائنا وبناتنا اللي عندهم دور تاني باللي هم اخدوا. الاول الغدد نوعين، في غده قنويه وغده لا قنويه. الغده اللا قنويه بقى اسميها غده صماء. الغده القنويه اللي هي بتفرز هرموناتها داخل قناه. الغده اللا قنويه اللي هي الصماء اللي هي بتفرز هرموناتها في الدم مباشره. هو الغدد القنويه تفرز انزيمات او عصارات هاضمه وهرمونات زي البنكرياس، لكن عامه بنقول على الغدد اللاقنويه هي الغدد الصماء، وده مجال دراسه ابنائنا اللي هم مطالبين بيه. اما الغدد القنويه خلاص هو ده مجال دراسه قبل كده في السنه ان شاء الله. لكن عندنا بالنسبه لي مجالنا الغدد الصماء. طيب الغدد الصماء عندي اهم الغدد عندنا طبعا، في مجموعه من الغدد لازم ابننا يعرف الغده ايه، ايه الهرمون اللي بتفرزه، وظيفته ايه، ولو حصل خلل هرموني زيادته بيعمل ايه ونقصه بيعمل ايه. ده كده بالنسبه لي كدرس الهرمونات. طيب الاول نقول الغده زي ما قال مستر عادل، الغده الصماء اللي هي اللاقنويه اللي بتفرز هرموناتها في الدم مباشره. الهرمون بيتنقل في الدم لغده اسمها او لمكان اسمه المكان المستهدف اللي هيقوم بيه في الوظيفه. فانا عندي في جسم الانسان لو بدينا من المخ في غده اسمها غده نخاميه، في الحنجره او في الرقبه في غده اسمها غده درقيه، البنكرياس اسفل المعده، وبعد كده الغده الكظريه اللي هي فوق الكليه، وفي الغدد التناسليه اللي هم المبيضين عند الانثى والخصيتين عند الذكر. طب نبدا باول غده اللي هي في المخ اسفل المخ، عباره عن فصين، فص امامي وفص خلفي، في حجم حبات الترمس او حبات الحمص. الغده النخاميه بنسميها سيده الغدد او المايسترو. طب ليه سميناها سيده الغدد او المايسترو؟ لانها تقوم بافراز كثير من الهرمونات، بتتحكم بيها في افراز كثير من الغدد، هي اللي بتشغلها، هي اللي بتنشطها. فعشان كده سميتها الغده الايه؟ النخاميه، سميتها المايسترو او سيده الغدد. ازاي؟ هي اللي بتتحكم في افراز الغده الدرقيه، هي اللي بتتحكم في افراز الغدد الايه؟ التناسليه. يبقى اول غده قلنا اسمها الغده النخاميه، بقى سميها سيده الايه؟ الغدد، عشان خاطر ايه؟ يقول لك علل، تسمى الغده النخاميه بسيده الغدد، نقول لانها تفرز هرمونات تتحكم بها في افراز كثير من الغدد مثل الغده الدرقيه، الغده الكظريه، الغدد التناسليه. اثنين، الغده النخاميه بتفرز هرمون مهم جدا اللي هو السؤال بتاعنا عليه، اسمه هرمون النمو. هرمون النمو دوت مسؤول عن نمو العظام والعضلات في مرحله الطفوله. طب السؤال بتاعنا، ماذا يحدث اذا زاد افراز هرمون النمو، او ماذا يحدث اذا قل افراز هرمون النمو؟ اللي مستر عادل قال عليه، قال اسمه الخلل الهرموني. يعني ايه في خلل؟ يعني في حاجه بايظه مش مظبوطه. يقول لك في خلل في العربيه، في خلل في الثلاجه، في الغساله، في حاجه بايظه عايزين نصلحها. الخلل دوت سببه ايه؟ يا اما زياده في افراز الغده او نقص في افراز الغده. طيب ماذا يحدث عند زياده افراز الغده النخاميه لهرمون النمو؟ هيحصل ايه؟ واحد، هي حاجه واحده، يستمر نمو العظام والعضلات. ايه؟ كمان مره، حاضر، يستمر نمو العظام والايه؟ والعضلات، حتى يصبح الانسان عملاق. تاني، يستمر نمو العظام والايه؟ والعضلات، فيصبح الانسان عملاق. ده امتى؟ لما يزيد افراز هرمون الغده النخاميه. طب العكس، قل افراز الغده النخاميه في مرحله الطفوله، يتوقف نمو العظام والعضلات ويصبح الانسان قزم. يعني مرضين اتنين دلوقتي قلناهم، قزم وعملاق. القزم بقى سميه مرض القزامة، العملاق بقى سميه مرض العملاقة. ايه هو القزامة او هي العملاقة؟ ايه الفرق بين القزامة والعملاقة؟ القزامة
توقف في نمو العظام والعضلات، العملاقه استمرار في نمو العظام والعضلات. سبب دوت ايه وسبب ده ايه؟ سبب القزامه نقص في افراز هرمون النمو، طب سبب العملاقه زياده في افراز هرمون النمو. طب ديت بس الاثنين دول اللي احنا قلنا عليهم تتحكم في افراز كثير من الغدد وافراز هرمون النمو، هم دول بس وظيفه الغده النخاميه؟ لا، لسه ليها وظائف ثانيه. الغده النخاميه بتنظم كميه الميه اللي في الجسم. الدنيا حر دلوقتي واحنا عطشانين، يعني جزء في جسمك بيحسسك بالعطش؟ الغده النخاميه جاي لها رساله، الجسم محتاج ميه، تقول لك اتفضل دور على الميه. مين اللي بينظم الكلام دوت؟ الغده النخاميه. الغده النخاميه بتنشط الغدد اللبنيه اللي موجوده في الثدي عند الامهات عشان تنزل لبن للطفل بعد الولاده مباشره. الغده النخاميه بتتحكم في عضلات الرحم، الام حامل والجنين موجود داخل الرحم لسه مش هيتولد، طب مين اللي هيخليه يتولد؟ الغده النخاميه. تفرز هرمون لعضلات الرحم تقول لها افتحي عشان الجنين معاه الولاده بتاعته دلوقتي. يبقى مين اللي بيعمل ده كله؟ الغده النخاميه. طب يبقى ملخص افرازاتها، واحد افراز هرمون النمو، اثنين افراز هرمون ينشط افراز كثير من الغدد، ثلاثه تتحكم او تفرز هرمونات ينظم كميه المياه في الجسم، اربعه تفرز هرمونات ييسر عمليه الولاده، خمسه تفرز هرمونات تنشط الغدد اللبنيه الموجوده في الثدي. دوت اول غده اللي اسمها الغده النخاميه. طب ننزل على طول بعد كده الغده الثانيه الدرقيه، موجوده اسفل الحنجره على جانبي القصبه الهوائيه، عباره عن فصين اثنين. الغده الدرقيه بتفرز هرمونين اثنين، درقيه بتفرز هرمون اسمه الدرقين، من درقيه درقين، وداخل في تكوين هرمون عنصر اسمه عنصر اليود، درقين او سيروكسين. في الكتاب مكتوبه الاثنين درقين او سيروكسين، وفي الاسئله بتاعت الامتحانات كتيره يقول لك يقوم افراز، تقوم الغده الدرقيه بافراز هرمون نقط، الدرقين كتبتها صح والسيروكسين صح. طب وظيفته ايه الدرقين او السيروكسين؟ وظيفه هرمون الدرقين او السيروكسين مسؤول عن عمليات التمثيل الغذائي او التحول الغذائي. طب الهرمون الثاني اسمه الكالسيتونين، اسمه ايه؟ كالسي، خد بالك اسم تاني وسنو، كالسي تونين. طب ايه وظيفته؟ من اسمه كالسي، يبقى بينظم نسبه الكالسيوم في الدم. تاني يبقى الغده الدرقيه بتفرز كام هرمون؟ اثنين، واحد الدرقين او السيروكسين مسؤول عن عمليات التحول او التمثيل الغذائي، اثنين الكالسيتونين بينظم نسبه الكالسيوم في الدم. طب هنا في خلل هرموني في الغده الدرقيه؟ اه في خلل. يزيد افراز هرمون السيروكسين يحصل ايه؟ ينقص افراز هرمون السيروكسين يحصل ايه؟ يزيد افراز هرمون السيروكسين يعني الهرمون بقى بكميه كبيره، يحصل ايه؟ يصاب الانسان بمرض اسمه الجويتر الجحوزي او تضخم الجحوزي. طب ايه هو الجويتر الجحوزي؟ اعرفه ازاي؟ اه نعرفه ازاي؟ واحد تضخم في الغده الدرقيه، هي كبرت في الرقبه هنا. اثنين نقص ملحوظ في الوزن، يبدا جسمه يخس. طب ليه بيخس؟ ما احنا قلنا هرمون السيروكسين اللي بيفرزه الغده الدرقيه مسؤول عن عمليات التحول الغذائي، يعني مسؤول عن احتراق الغذاء، فاتفرز بكميه كبيره، فالاكل بيتحرق بكميه كبيره، فالجسم يبدا يخس، يبقى نقص ملحوظ في الوزن. ثلاثه جحوز العينين، العين تحس ان هي خارجه لبره. اربعه سرعه في الانفعال والغضب، بينفعل بسرعه، بيصور بسرعه، عرق غزير. ده علاجه ايه؟ التدخل الجراحي، مفيش علاج غير كده. طب نقصه بقى، احنا قلنا زياده سبب مرض اسمه الجويتر الجحوزي اللي احنا قلنا اعراضه، النقص بتاعه اسمه الجويتر البسيط. طب ايه هو الجويتر البسيط؟ تضخم برضه في الغده الدرقيه، بس سببه نقص افراز هرمون السيروكسين. اعالجه ازاي؟ ااكله يود، احط له ملح اليود في قلب الطعام، عشان ملح اليود دوت داخل في تكوين، او عنصر اليود داخل في تكوين هرمون السيروكسين. لما هو ياكل ملح اسمه الملح اليودي بيحطه في الاكل بتاعه، هيزيد افراز هرمون السيروكسين، فتضخم هيختفي، فتزيد افراز الغده الدرقيه. طب الغده الثالثه البنكرياس اسفل المعده. وظيفه البنكرياس زي ما قال مستر عادل واحنا قلنا في البدايه، ان البنكرياس غده قنويه ولا قنويه؟ قنويه عشان بتفرز انزيمات او عصارات هاضمه في الاثنى عشر بتساعد في هضم الطعام. طب لا قنويه لانها بتفرز هرمونات في الدم مباشره، يبقى البنكرياس غدتين اثنين في واحد. واحد تفرز هرمون او هرمونات في الدم مباشره، عشان كده سميناها غده لا قنويه او غده صماء. اثنين بتفرز انزيمات او عصارات هاضمه في الاثنى عشر. البنكرياس بيفرز هرمون ايه؟ اثنين. واحد الانسولين، اثنين الجلوكاجون، يبقى البنكرياس بيفرز كم هرمون؟ اثنين، الانسولين والجلوكاجون. الانسولين وظيفته ايه؟ سمعنا كلمه الانسولين كتير. امتى؟ لما تلقى حد عيان بمرض السكر يقول لك انا باخد انسولين. طب بياخد الانسولين ليه؟ عشان يقلل نسبه السكر اللي عنده، السكر عنده زياده فبياخد الانسولين عشان السكر يقل. يبقى الانسولين كده وظيفته ايه؟ اه فهمتوها بقى، وظيفه الانسولين ايه؟ يقلل نسبه السكر في الدم. ازاي؟ الانسولين بيعمل ايه؟ واحد يحفز خلايا الجسم على امتصاص سكر الجلوكوز. طب الزياده؟
انا اكلت حته بسبوسه الانسولين اتفرز خلى الجسم ياخد اللي عنده. طب اتفضل شويه سكر لسه في الدم هيعمل فيهم ايه؟ لو اتسابوا يبقى الانسان عنده مرض سكر. امال يعمل ايه؟ يخبط على الكبد يقول له الحق في سكر زياده، فيحفز خلايا الكبد على ان هي تحول سكر الجلوكوز اللي موجود زياده دوت الى جلايكوجين وتخزنه في الكبد. يبقى البنكرياس عمل واحد افراز هرمون الانسولين، الانسولين عمل كام حاجه؟ اتنين، واحد حفز خلايا الجسم على امتصاص سكر الجلوكوز، استهلاك سكر الجلوكوز ان هو بيتحرق وبالتالي بيتحول الى قدر من الطاقه، فالجزء ده اتحرق وتحول لطاقه. الجزء الثاني الزياده بيتخزن في الكبد على هيئه جلايكوجين ده بالنسبه ليه لو زادت نسبه سكر الجلوكوز في الدم. وده سؤال احيانا بيجي، ماذا يحدث عندما يرتفع نسبه سكر الجلوكوز في الدم؟ يبقى هنا الاجابه بنقول بيقوم البنكرياس بافراز هرمون الانسولين اللي بيخفض مستوى سكر الجلوكوز بحاجتين اتنين، انه بيحفز خلايا الجسم على استهلاك جزء من سكر الجلوكوز بيتحرق في صوره طاقه، رقم اتنين السكر الزياده بيتخزن في الكبد على هيئه جلايكوجين حيوي. هنا بقى العكس، لو زادت نسبه لو قلت نسبه سكر الجلوكوز في الدم بيبدا البنكرياس بيفرز ما يسمى بهرمون الجلوكاجون اللي بيحفز خلايا الكبد على تحويل الجلايكوجين المخزن داخل الكبد الى ما يسمى بسكر الجلوكوز. ولذلك سؤال بيجي ولعل لما ياتي، يعتبر البنكرياس غده مزدوجه الوظيفه. هنا ابنائنا هيجاوبوا هيقولوا ايه؟ هيقول لان البنكرياس بيفرز هرمون الانسولين وهرمون الجلوكاجون وكلاهما مضاد لعمل الاخر. ده بالنسبه لي غده البنكرياس. طبعا عندنا في غدتين اتنين، الغده الكظريه بتفرز هرمون الادرينالين وده بيسمى هرمون الطوارئ لانه بيحفز الجسم للاستجابه الى حالات الطوارئ. يتبقى غده اخرى، هذه الغده اما موجوده في الذكر او موجوده في الانثى. بالنسبه للذكر عندنا الخصيتان ودول بيفرزوا هرمون التستوستيرون الذي طبعا مسؤول عن ظهور الصفات الثانويه الجنسيه الذكريه. الانثى عندها المبيضين ودول بيفرزوا هرمونين اتنين استروجين وبروجستيرون، استروجين مسؤول برضو عن ظهور الصفات الجنسيه الثانويه والبروجستيرون مسؤول عن نمو بطانه الرحم عند حدوث الحمل. ده كده بالنسبه لما يسمى به الهرمونات. وطبعا عرفنا الخلل الهرموني وقلنا ده بينجم نتيجه عمل احدى الغدد الصماء بطريقه غير صحيحه. لكن تعريف الهرمون ايه هو؟ لما يجي لي كده في مصطلح او اذكر ما المقصود به الهرمون. ايه هو الهرمون؟ الهرمون هي مركبات كيميائيه تفرزها الغدد الصماء لاداء وظيفه معينه او بتعمل على تناسق وتنظيم وظائف الجسم المختلف. ده اسم الهرمون. زي ما قال الاستاذ عادل كده وكمل الجزء اللي كان ناقص من الغده الصماء. الاسئله بقى اللي بتيجي في الامتحان زي ما اول سؤال شفناه يقول لك اكمل الغده نقط مسؤوله عن افراز هرمون مسؤول عن نمو العظام، بس لا في اختيارات في علل في ماذا يحدث. اسئله سهله جدا واجابتها مباشره. في مصطلح علمي برضو ما زال عندنا برضو مصطلح اللي هو ما يسمى باليه التغذيه المرتده او التغذيه الراجعه، ودي الاليه اللي بتنظم الاليه اللي بتنظم بها عمل الغدد الصماء، وده قلنا بتشبه ما يسمى بالثيرموستات. اعتقد كده يمكن الوحده الرابعه كده خلصت بالظبط كده. السؤال الثاني طيب ننتقل الى اكمل ايضا. يستخدم نقط في قياس شده التيار. طبعا بالنسبه لخصائص التيار الكهربي احنا عندنا ثلاث خصائص، شده التيار اللي كنا بنرمز لها بالرمز ت، فرق الجهد الكهربي بنرمز له بالرمز ج، مقاومه كهربيه بنرمز لها بالرمز م. دول الثلاث خصائص، وخدنا مجموعه من الاجهزه اللي بتستخدم في القياسات الكهربيه. ايه هي الاجهزه اللي موجوده؟ او نبدا نشوف عندنا برضو الجزء الخاص بالكهربيه كده، وده يعتبر كان الوحده الثانيه يعني درس كبير برضو موجود بالظبط كده. زي ما قال مستر عادل احنا في عندنا ثلاث خصائص للتيار الكهربي، شد التيار، فرق الجهد، المقاومه. طيب شد التيار بتتقاس بايه؟ الوحده اسمها ايه؟ فرق الجهد بتقاس بايه؟ الوحده اسمها ايه؟ المقاومه بتقاس بايه والوحده اسمها ايه؟ ما ننساش طيب المصطلح برضو لان لسه هقول بقى يعني ايه شد التيار. ثانيا يعني إيه عندنا برضو في قوانين ولازم برضو نكون حافظين. استاذ عادل عمال يجرجر فينا كده عشان عايزنا نشرح تاني، فاحنا نسمع كلامه ونشرح من الاول. يعني ايه شد التيار؟ شد التيار هي كميه الشحنات الكهربيه المتدفقه عبر مقطع من موصل في الثانيه الواحده، وبرمز لها بالرمز ت. شد التيار اهي، بصوا معايا بقى هنشرح، ت تساوي كميه الكهرباء اللي هي كاف على الزمن اللي هو زين. كاف كمية الكهرباء. ممكن نغير القلم نستخدم قلم تاني. اللي هو زين. كاف اللي هي كمية الكهرباء اللي هي بالكولوم، الزمن اللي هو بالثانية. وكولوم على الثانية قلنا التمييز بتاعها بيبقى اسمه أمبير. يبقى ت اسمها شدة التيار الكهربي.
ايه هي؟ هي كميه الكهرباء او الشحنات الكهربيه المتدفقه عبر مقطع من موصل في الثانيه الواحده اللي هو مقدار الزمن. يبقى شده التيار اللي هي بالرمز تي بتساوي كلوم على الثانيه، يعني بتساوي امبير. كان مستر عادل الترم اللي فات الزمن قال لنا مثلث جميل نحفظه كده عشان خاطر وببدا دايما من اليمين تحت يبقى ت عندنا ايوه وفوق وهنا كاف وهنا زين بنقول علينا اللي هي شده التيار الزمن وزين اللي هو الزمن وكاف اللي هي كميه الكهرباء. طيب ده كان اول مثلث وقلنا كميه الكهرباء الوحده بتاعتها ما انساش الوحدات مهمه كلهم كاف كاف. شده التيار الوحده بتاعتها اسمها امبير. الزمن الوحده بتاعته بالثانيه او مضاعفات الثانيه اللي هي الدقيقه والساعه. طب لكن شد دايما التيار مسائلنا دايما بنحاول نازل نحول من دقايق الى الزمن عندي بالثواني يبقى احنا هنا كده. عشان بس القانون يبقى معروف ده كده يعتبر اول قانون عندنا لسه بس قبل ما نخلص نشوف اول قانون الاجهزه بقى عندنا بالنسبه لشد التيار. قبل ما نخلص اول قانون في مساله بتيجي على الجزء ده ما احنا مش عايزين نعديها ما دام مسكنا في شد التيار ناخد المساله بتاعتها. يجي يقول لك مثال احسب شد التيار الكهرباء عايز مين شد التيار يبقى يقول لي القانون بتاع كاف على زين زي ما قال مستر عادل ت اللي هي تحت فوق كاف وايه وزين يبقى ت بتساوي كاف على زين. بصوا معايا نكتب مساله احسب شدة التيار الكهربي المارة في موصل خلال دقيقتين إذا كانت كمية الكهرباء 360 كولوم. الترم اللي فات وطول ما احنا بنشتغل معاكم بنقول لكم يا جماعه ناخد المعطيات واقرا المساله من اول كلمه لاخر كلمه ما حلش واستعجل. مش عايز شد التيار الكهربي يبقى تي بتساوي كاف على زين واشتغل. لا على مهل انا ما نستعجلش الدرجه تاخدها كامله. السؤال بيقول احسب شد التيار يعني عايز ت المره في موصل خلال دقيقتين يبقى دي الزمن. اذا كانت كميه الكهرباء ادي كافي يبقى اكتب المعطيات بتاعتي على جنب. عايز ت يبقى ت قدامها علامه استفهام زين اللي هو الزمن 2 في 60 بحولها وانا بكتب المعطيات بتساوي 120 ثانيه. كاف اللي هي ب 360 كولوم. القانون بتاعنا ت اول خطوه عشان اخد الدرجه ت بتساوي ايه؟ نقول له كاف على زين. كاف بكام؟ ب 360. الزمن طلعناها بكام؟ ب 120. طب افرض ما حولتش اكتبها تحت يا حبيبي كده 2 في 60 لو ما حولتش. بس طبعا انت بتحول عشان تكتبها على طول. يبقى 360 على 120 بتساوي 3. 3 واسكت؟ اقول له لا 3 امبير. طب ليه كتبنا كده؟ ما هو ده اسمه الناتج وده اسمه التمييز. لو ما كتبتش التمييز نقصت في الدرجه. يبقى عندنا المساله القانون بدرجه، التعويض بدرجه، الناتج والتمييز بدرجه. ما نستعجلش يا حبايبي ونكتب المعطيات كده يمكن بحل مساله رياضه هتبقى المساله نتيجتها مضمونه 100%. طب ديت اول جزء. الاستاذ عادل قال لي الجهاز بقى بالمره، شد التيار بتقاس بجهاز اسمه الاميتر. ووحده القياس اهي اللي هي اسمها الامبير. وحدة كده اسمها الايه؟ الامبير. والاميتر برمز له بالرمز ايه في الدايره الكهربيه؟ وبتوصل في الدايره الكهربيه على التوالي. يبقى احنا كده شرحنا بسرعه كده وفكرناكم بشده التيار الكهربي. ودي اول خاصيه من خصائص التيار الايه؟ الكهربي. طب الثانيه اللي هي اسمها فرق الجهد. طب ايه هو فرق الجهد؟ هو مقدار الشغل المبذول، مقدار الايه؟ الشغل. خد بالك انا هو عشان استنتج القانون، مقدار الشغل المبذول. نقل كميه من الكهرباء مقدارها كام؟ 1 كولوم، يبقى شغله كميه كهرباء. يبقى فرق الجهد تعرفها؟ مقدار الشغل المبذول لنقل كميه من الكهرباء مقدارها 1 كولوم بين طرفي موصل. يبقى من التعريف بس انتج القانون اللي هو بيقول ايه؟ فرق الجهد اللي هو ج بيساوي الشغل اللي هو شغل على كميه الكهرباء اللي هو كام. وبرضه هنستعيد من الاستاذ عادل المثلث بتاعنا. يبقى الاول نقول بس فرق الجهد نكتب القانون الصيغه بتاعته اللي هي رمزها ج بتساوي الشغل المبذول على كميه الكهرباء. المثلث بتاع استاذ عادل فكرنا بيها مستر هنا جيم جدو ايوه الشغل كبره وهنا الشغل وهنا كاف هنا الشغل كان كبرها اللي هو الزمن جول ايوه ايوه هنا جدو الشغل كبره جيم اللي هو فرق الجهد وده بالفولت وكاف اللي هي كميه الكهرباء وقلنا وحده قياسها بالكولوم كميه الكهرباء لسه واحده كاتبينها اللي هي الكولوم وده اسمه الشغل وفرق الجهد قلنا اسمها الفولت اسمها الايه الفولت. يبقى زي ما قال مستر عادل جيم اللي هي فرق الجهد جدو الشغل كبره جيم والشغل فوق وكاف تحت اللي هي كميه الكهرباء. طبعا اختراعات مستر عادل عشان يسهل لك الحفظ. يبقى جيم تحت والشغل فوق وكميه الكهرباء ما ننساش بنحاول نبسطها لك عشان عايزينكم تبقوا شطار في العلوم ان شاء الله. ونفس الموضوع مسألة. لو جت مساله عليها هيبقى بنفس الفكره برضه عشان لان لسه قدامنا يعني عندنا الترم طيب كبير ماشي. فممكن نجمع مساله فيها حاجتين الفرق الجهد بيتقاس بجهاز اللي هو الفولتاميتر لسه قايلين شده التيار تتقاس بجهاز اللي هو الاميتر. يبقى فرق الجهد يتقاس بجهاز اسمه الايه؟ الفولتاميتر. شده التيار الوحده بتاعتها اسمها الامبير.
طب فرق الجهد الوحده بتاعته اسمها الفولت. الاميتر كان رمزه ايه؟ طب الفولتميتر رمزه في. شده التيار بتقاس بالاميتر، الوحده امبير، الرمز ايه؟ توصيله على التوالي. الفولتميتر بيقيس فرق الجهد والقوه الدافعه الكهربائيه، والوحده اسمها الفولت وبتوصل على التوازي والرمز في. طب مستر عادل انا شايفه بيقول لي طب ما تعملها لنا مقارنه. حاضر. ممكن لا يعني احنا كمان ده مش بس كده، احنا لسه عندنا في جهاز ثالث فناخدها اللي المقاومة مع برضو ناخدهم ثلاثة جهاز مع بعض. ماشي. او عندنا هيبقى اكتر من جهاز لان لسه عندنا ما يسمى به الريوستات المنزلق او ما يسمى به المقاومة اللي احنا المتغيرة. فبرضو عشان نبقى عارفين الاجهزة اللي موجودة عندنا ايه، ده يعتبر من ضمن الاجهزة اللي موجودة. فهنا احنا دلوقتي المقارنة ما بين الاميتر والفولتميتر او ما يسمى شد التيار وفرق الجهد. لكن في عندنا ما يسمى بالقوة الدافعة الكهربية وبنرمز لها بالرمز قاف دال كاف، ودي المقصود بيها فرق الجهد الكهربي بين طرفي المصدر الكهربي في الدايرة الكهربية المفتوحة، وإن مفتوحة يعني لا يمر فيها تيار كهربي. وفي الحالة دي بيكون الفولتميتر متوصل بالقطبين، الطرف السالب بالقطب السالب والطرف الموجب بالقطب الموجب، وإن توصيل على التوازي يعني بيبقى داخل على الدايرة، لو اتشال من الدايرة مش هيأثر الدايرة زي ما هي، فده معنى كلمة توصيل على التوازي. معنا اتصال هاتفي احمد من اسيوط. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم يا استاذ، ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله. احب اشكرك اشكركم على المجهود اللي عملته معانا. الله يكرمك. جبت كام يا احمد؟ شكرا. ايه جبت كام في العلوم؟ 39.5. بسم الله ما شاء الله عليكم. المجموع الكلي يا حماده؟ ايه المجموع الكلي كام؟ كل جاي كام؟ 298. ممتاز. قد طيب. الباب مدارس الستيم يا احمد. قفلت مادتين من الثلاث مواد طبعا، العلوم انت جايب 39.5، الرياضيات والانجليزي قفلت حاجه فيهم؟ انا بشكركم على وقوفكم معانا في السنه ومجهودكم معانا. شكرا يا احمد. وطبعا احنا يعني ده واجبنا نحو بلدنا، وانتوا تعتبروا اولادنا، وبرده القائمين على القناه هنا ما بيخلوش عليكم باي مجهود، يعني دايما بيجوا لكم ناس يعني نخبة المدرسين اللي بيحاول ان هم طبعا يوصلوا لكم المعلومة ويبسطوها وباسلوب سلس واسلوب واحنا كويس. واحنا سعداء بمكالمته، لان احنا كده طبعا يعني فرحانين ان احنا حققنا الهدف من ان احنا عايزينكم كلكم زي احمد كده يقفلوا الدرجات في العلوم ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا مستر. وانت طيب يا احمد، وان شاء الله نسمع عنك خير بقى كده ونلاقيك دكتور في الثانويه العامه باذن الله. ان شاء الله كده باذن الله. شكرا يا حبيبي. شكرا لاتصالك يا احمد. طبعا ده يعتبر شكر القناه، يعني احنا بنشكر برضو القناه من مكاننا هنا ان فعلا ما نعرفش نعمل حاجه من غيرهم، هم اللي بيقوموا على كل حاجه. فبالنسبه لفرق الجهد قلنا هنا بالحاله دي بوصل الفولتميتر بقطبي البطاريه، وكون الدايره بتاعتي مفتوحه يعني لا يمر فيها تيار كهربي، وبرضو وحده قياس بالفولت. ننتقل الى ما يسمى بالمقاومه، وعندنا كلمه المقاومه ده يعتبر الخاصيه الثالثه، وهنا برمز لها بالرمز ميم. ومعنى مقاومه طبعا لها تعريفين. التعريف الاولاني الممانعة التي يلقاها التيار الكهربائي اثناء سيره فيه الموصل. التعريف الثاني ده هيبقى تابع قانون اوم اللي احنا بنقول عليها، النسبة بين فرق الجهد وشدة التيار الكهربائي المار فيه الموصل. المقاومة عندنا نوعين اثنين، مقاومة ثابتة برمز لها بالرمز ميم ولها رسمة اللي هو الزجزاج. هنشوفها دلوقتي. مقاومة متغيرة او ما يسمى بالريوستات، ودي مقاومة بيتم من خلالها او ايه فكرتها وظيفتها. او ايه وظيفتها؟ التحكم في شدة التيار وفرق الجهد الكهربي عن طريق تغيير طول السلك. وإن العلاقة هنا بين طول السلك والمقاومة علاقة طردية. كلما زاد طول السلك بتزيد المقاومة وبالتالي بيقل شدة التيار ومعاها فرق الجهد. ده بالنسبة للمقاومة. الجهاز اللي بقيس به المقاومة الكهربية ما يسمى بالأوموميتر. ده اللفظ اللي موجود في كتاب المدرسة. الأوموميتر جاي من كلمة أوم وكلمة ميتر. ووحدة القياس تسمى الأوم. ده بالنسبه ليه الثلاث اجهزه، وبالاضافه ليهم هيسمى جهاز الريوستات استخدامه. ده كده لو حبينا نعمل مقارنه بين الاربع حاجات، ده بالنسبه للجزء ده. وطبعا عندنا قانون اوم. طبعا هي في دايره، بس طبعا اعتقد ان الدايره مش معقوله هتيجي في الدور الثاني. هنرسمها لهم بسرعه كده، الرسمه بسيطه كده ببساطه، ونقول نص القانون ايه و ندي مساله عليه بسرعه. المسائل بقى اللي موجوده عندنا الرسمه بتاعت قانون اوم هنحط فيها الاجهزه اللي احنا قلناها، نحط فيها اميتر، نحط فيها فولتميتر، نحط فيها مقاومه ثابته، نحط فيها مقاومه ايه متغيره، والرسمه ناخد بالنا منها عشان ممكن تيجي يقول لك كمل البيانات على الرسم. يعني الرسمه تيجي عليها انت تكمل البيانات، يقول لك اذكر وظيفه رقم واحد او رقم اثنين. فاول حاجه عندي في الرسمه البطاريه اهو، دي كده البطاريه مصدر للتيار الكهربي، ادي اول حاجه. البطاريه متوصله بجهاز قلنا اسمه الاميتر. بعد كده في عندي المقاومه الثابته
المقاومة الثابتة متوصلة بجهاز اللي هو اسمه الفولتاميتر، وهنا في مفتاح، وبعد كده في عندي المقاومة المتغيرة اللي هي الريوستات. دي مكونات الدائرة اللي بتحقق قانون أوم. طب ايه هو قانون أوم؟ قانون أوم بيقول تتناسب شدة التيار الكهربي تناسبا طرديا مع فرق الجهد عند ثبوت درجة الحرارة. يبقى نقول تاني القانون أوم، تتناسب مين؟ شدة التيار الكهربي اللي هي ت تناسبا طرديا مع مين؟ مع فرق الجهد عند ثبوت درجة الحرارة. المثلث بتاعنا اللي بنحقق بيه قانون أوم، طبعا عندنا في صيغة رياضية لقانون أوم. الصيغة الرياضية اللي أنا هقول لك ميم بتساوي جيم على ت، دي اسمها الصيغة الإيه؟ الرياضية. المثلث بتاعنا ميم وجيم وت. ميم اللي هي المقاومة اللي هي ماما، اللي هي الوحدة بتاعتها اسمها الأوم. ت اللي هي شدة التيار، والوحدة بتاعتها اللي هي أمبير. جيم اللي هي فرق الجهد، والوحدة بتاعتها اللي هي فولت. بالفولت. ماشي، يبقى عندنا ميم مقاومة بتساوي جيم على ت. طب لو ت بتساوي جيم على ميم، طب وجيم بتساوي ميم في ت. يبقى احنا كده قلنا ثلاث مثلثات، عشان لما يجي لنا مسألة يبقى احنا حافظين الثلاثة ما ننساهمش. ادي اول مثلث كاف وت وزين. المثلث الثاني هنا الشغل، وهنا جيم، وهنا كاف. المثلث الثالث هنا جيم، وهنا ت، وهنا ميم. دول من الثلاث مثلثات اللي احنا بنشتغل عليهم، لازم اكون حافظهم لان لازم يجي لي مساله عليهم. اي واحد في الثلاثه هيجي لي مساله، وفي المساله بيديني حاجتين وعايز الثالث. بيديني كاف وت وعايز زين، او بيديني جيم وعايز الشغل، مديني جيم وكاف، الثالثه مديني ميم وعايز جيم ومديني ت، يبقى لازم يكون مديني اثنين وعايز الايه؟ الثالثه. واحيانا في بيستخدم في المساله أيوة، ممكن يدخل قانونين في بعض. فهنا دايما احنا دايما بنقول بنكتب معطيات المساله عندي، وكل اثنين اخواتي يجيبوا الاخت الثالثه بتاعتهم، يبقى انا هنا اشوف القانون بتاعي. طب اي ندي مساله عليهم قانون طبعا بيجيب الثالثه. طب ندي مساله، احسب كميه الكهرباء الماره في موصل خلال 3 دقائق اذا كانت مقاومه الموصل 10 اوم وفرق، وكانت قيمه فرق الجهد نقول 1800 فولت. طبعا دي ارقام وهميه ملهاش علاقه، بس احنا بنحاول نبسط المساله. احسب كميه الكهرباء، يعني عايز كاف، ما عنديش، خلال زمن 3 دقائق. الزين بتساوي 3 في 60، وكانت قيمة فرق الجهد بتساوي 1800 فولت، والميم الأوم ب10، وعندك الميم اللي هي المقاومة بتساوي 10 أوم. نكتب كده المعطيات في ورقة جديدة، نجيب كده بقى كده الشمال كده أهم، نحطهم تاني. يبقى أنا عندي كاف معرفهاش، عندي زين، زين بتساوي 3 في 60 يعني بتساوي 180 ثانية. عندي ميم ب10 أوم، وعندي جيم، جيم ب 1800 فولت. طيب يا مستر احنا عندي عايزين هنا كاف. اتنين اخوات ميم وجيم اختهم التالتة ت ت، يبقى انا نجيب هنا ت عشان خاطر عشان نجيب كاف. ما هو كاف بتساوي ت في زين، وانا ما عنديش ت، يبقى لازم نجيب ت زي ما قال مستر عادل من الاثنين اخوات اللي هم جيم وميم. يبقى ت بتساوي جيم على ميم. طب جيم قبل ما نحسب قيمه جيم او نحسب ت ممكن نكمل المساله بعد الفاصل. أبنائي حبايبي فاصل قصير، استنونا راجعين لكم تاني. أحبائي رجعنا من الفاصل وهنستكمل حل المسألة، لكن طبعا أنا حاسس إن أنت فرحان يا مستر حسام، وأنا برضو فرحان بمكالمة أحمد ابننا من أسيوط طبعا لينا. طبعا يعني مجهودنا كده، ومعنى كمان إن هو بيتفرج دلوقتي واتصل بينا، دي في حد ذاتها فرحة كبيرة لينا. مع العلم إن هو خلص امتحاناته وفي واخد أجازة والكلام ده، لكن بس ده متابع متابع. طبعا دوت ربنا يبارك له ويوفقه إن شاء الله ونشوفه في أحسن أماكن. نتمنى له طبعا التوفيق وإن ربنا يوفقه ويكرمه كده، ومش أحمد بس يعني، لأن طبعا عايزين بقى نسمع اتصالات من أبنائنا كلهم يفرحونا وربنا يكرمهم. وزي ما قلنا برضو مدارس ستيم بتعتبر نقلة جامدة لأبنائنا، لأن مجال دراسة مختلف خالص، نظام دراسة مختلف، يعني ممكن يخشوا ويشوفوا إنجازات أبنائنا اللي موجودين والتحقوا بالمدارس دي، واللي خدوا بعثات تعليمية أو منح تعليمية لدول برة، وحاجات مشرفة جدا. بالنسبة للمسألة اللي عندنا، احنا قلنا عندنا دلوقتي في حاجتين، عندي ميم وجيم، فاحنا عايزين اختهم التالتة ت بتساوي جيم على ميم. جيم عندي في المعطيات ب 1800، وميم ب 10، يبقى 1800 على 10
بالآلة الحاسبة مش بدماغك، يطلع 180 كولوم، آسف، أمبير. كده أنا عندي تي، يبقى كاف وعندي بتساوي زين، تجيب أختهم التالتة كاف. ت في إيه؟ في زين. هضرب الت اللي طلعت لي 180 في الزمن اللي هو 180، وأشوف بتساوي كام وأكتب كلمة إيه؟ كلمة كولوم. ماشي كده؟ يبقى عندنا ت بتساوي جيم على ميم، جيم اللي هو الرقم المدهوني اللي هو 1800 على ميم اللي هو الرقم المدهوني اللي هي 10، طلعت لي 180 أمبير. طبعا هحط الصفرين وبعد كده هيضرب 18 في 18 بالآلة الحاسبة، لكن طبعا الأرقام هتبقى أسهل من كده، مش هتبقى لأن ماشي. طبعا دي تعتبر مسألة الجزء ده احنا كده نعتبر نكون وضحنا الجزء بتاع خصائص التيار الكهربي. ما يتبقى لينا بالنسبة للجزء الكهربي هيبقى فاضل حاجتين اتنين. أول حاجة عندنا اللي هي مصادر التيار الكهربي، وعندنا مصدرين بيدوني نوعين اتنين من التيار الكهربي. المصدر الأول عندنا بنقول عليها الخلايا الكهروكيميائية، والمصدر الثاني مولدات كهرباء. أنا عندي مصدرين. الخلايا الكهروكيميائية فكرة عملها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية زي العمود الجاف أو البطاريات. المولدات الكهربية فكرة عملها تحويل الطاقة الحركية أو الميكانيكية إلى طاقة كهربية زي المولد الكهربي أو ما يسمى بالدينامو. التيار اللي خارج منه هو نفس النوع؟ هنا دلوقتي عندنا نوعين. المصدر الأولاني اللي هي الخلايا الكهروكيميائية بتديني تيار بيسمى تيار مستمر. المولدات مولد بيديني تيار متردد، يبقى هنا فيها دالة اهو. ايوه دالة بس يبقى عارفين الحتة اللي موجودة عندنا. ايه بقى الفرق بين الاثنين؟ التيار المستمر بنقول عليه كده زي ما واحد ماشي، فبنقول عليه تيار ثابت الشدة وموحد الاتجاه. التيار المتردد متغير الشدة والاتجاه. بالنسبة للتيار المستمر، التيار المتردد يجي سؤال كده يقول لي بيفضل التيار المتردد عن التيار المستمر، علي ليه؟ طبعا عندنا خاصيتين اتنين للتيار المتردد. اول خاصية رقم واحد ان يمكن نقله لمسافات قصيرة او مسافات بعيدة، زي ما بيجينا كده تيار كهربي من اسوان السد العالي ويوصل لغاية القاهرة. التيار المستمر طبعا بيتم نقله الى مسافات قصيرة داخل لعبة او في سلك لمسافة معينة، اكتر من كده ما ينفعش. رقم اتنين التيار المتردد يمكن تحويله الى تيار مستمر، ودي موجودة عندنا كلنا لما بنيجي نشحن الموبايلات والحاجات دي كلها، بتتحول التيار المتردد الى تيار مستمر. اما العكس لا يتم. طبعا ما ينفعش انقل التيار المستمر لمسافة طويلة، وما ينفعش احوله الى تيار متردد. ده السببين اللي ليه بيقول لي بيفضل التيار المتردد عن التيار المستمر. يتبقى استخدامات كل نوع. التيار المستمر له استخدامين اتنين، بيستخدم في عمليات الطلاء الكهربي او ما يسمى بالطلاء المعدني. رقم اتنين تشغيل بعض الاجهزة الكهربية البسيطة ولعب الاطفال. اما التيار المتردد طبعا موجود عندنا بيستخدم في انارة الشوارع والمنازل، تشغيل الالات والاجهزة الكهربية سواء كانت الات المصانع والاجهزة الكهربية المنزلية، غسالة، ثلاجة، كل الحاجات دي كلها بتعمل بالتيار المتردد. يفضل لي طرق توصيل الأعمدة الكهربية، عندي طريقتين، توالي وتوازي. طريقة التوصيل على التوالي بيتم توصيلها للحصول على أكبر قوة دفع كهربية، توصيل على التوازي للحصول على أقل قوة دفع كهربية. ودي هنشوف مسألة عليها بالنسبة لي التوصيل. توصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. الحين بيقول لي وضح بالرسم، أو ممكن يجيب لي الرسمة ويقول لي احسب القوة الدفع الكهربية، أو ممكن يدخل لي بقى المسائل اللي احنا لسه بنتكلم فيها عن طريق مسألة على توصيل الأعمدة. فده هنشوفها موجودة بالنسبة للتوصيل. يتبقى ما يسمى بالنشاط الإشعاعي. طب ندي مسائل بقى الأول على توصيل الأعمدة. طيب نشوف التوصيل الأعمدة الموجود. طبعا زي ما قال مستر عادل كده، المصادر الطاقة الكهربية نوعين، تيار متردد وتيار مستمر. البطاريات اللي هنرسمها دلوقتي دي التيار مستمر. طب بوصلها بكام طريقة؟ قال لك بطريقتين، توالي وتوازي. طب التوالي ازاي؟ التوالي باخد القطب الموجب بتاع العمود الاولاني اوصله بالسالب بتاع العمود الثاني، والسالب بتاع العمود الثاني بالموجب بتاع الثالث، والسالب بتاع الثالث بالموجب بتاع الرابع وهكذا. طب في التوازي باخد الاقطاب الموجبه كلها مع بعض في طرف، والاقطاب السالبه كلها مع بعض في ايه؟ في طرف. يبقى ديت الفكره بتاعه التوصيل. طب بيجي مثال ازاي؟ اما سائل عليها ازاي هقول لك، يقول لك اذا كان لديك اربع اعمده، كوف دال كاف، كوف دال كاف اللي اسمها القوه الدفعه الكهربائيه اللي عليها مستر عادل، لكل عمود 2 فولت، 3 فولت، 1.5 فولت، ايا كان الرقم، كيف يمكن توصيلها؟ كيف يمكن ايه توصيلها؟ يعني اوصلهم مع بعض الاربعه اللي هو مديهم لي عشان احصل على، لو قال لك القوه الدفع 2 فولت، تحصل على كام فولت يا عم الحاج؟ قال لك عايزين 8 فولت، عايزين 6 فولت، عايزين 4 فولت، عايزين 2 فولت، اي سؤال هو عايزه. طب نحسبها ازاي؟ بصوا معايا، نكتب المثال الاول عشان نحل مع بعض. بيقول اذا كان لديك أربع أعمدة، يبقى عندي كام عمود كده؟ أربع أعمدة، كوف دال كاف للعمود 2 فولت،
قلنا قاف يعني قوة، دال يعني دفع، كاف كهربية. كيف يمكن توصيلها؟ ازاي اوصلها للحصول على 8 فولت، 4 فولت، واكتب هنا جنبها بطريقتين، 6 فولت، 2 فولت. هنا جنب ال 8 فولت مش هيكتبها لك 8، يقول لك عايزين اكبر قوه دفع كهربائي، او يكتب 8 يعني هنا ممكن يقول يعني دي او دي، ما هو ده المقصود بيها. يعني هو بيشوف هو فاهم ولا حافظ، لا فاهم، ما هي قوه الدفع الكهربائيه، هي اكبر قوه دفع هي ال 8 فولت، او يقول له عايزين نوصلهم على التوالي. هم الثلاث اسئله بمعنى واحد، برسمه واحده. الثانيه 2 فولت، عايزين اقل قوه دفع، او يقول لك وصلهم على التوازي. يعني دي رقم واحد ورقم اربعة، دي ودي ليهم اكتر من طريقة، والاثنين عكس بعض، اكتر من طريقة في السؤال، لكن هما الرسمة مختلفة طبعا. يبقى هنا الثمانية فولت هي نفسها يكون يقول لك عايزين اكبر قوة دفع كهربية، هي نفسها يكون يقول لك ارسمها لي على التوازي. طب والاثنين فولت لكن بيقول لك لو سمحت وصلهم لي على التوازي، او وصلهم لي بحيث انك تاخد اقل قوة دفع كهربية. يعني ما يلعبش معاك بالارقام تقول ما شفتهاش ما عرفهاش، لا احنا عايزينك تفهم برضو وتركز في احنا. طب نوصلهم ازاي؟ هو طبعا هنا مستر حسام السؤال ممكن يجي بطريقتين، يعني هنا كده ممكن نقول له احسب، احسب، ممكن يقول له وضح بالرسم فقط، فهنا على حسب المطلوب في السؤال كيف يمكن ايه توصل توصلها، يبقى هنا ممكن نرسم بس، او ممكن يقول له ايه احسب، مش هيدوا له ارقام قوه الدفع الكهربيه، هنا مش هيدوا له ارقام، هيجيب له الرسم يقول له احسبها. فهنا المساله حلها في اول طبعا مستر عادل قصده يقول ان ممكن تيجي نفس المساله بس ما لهاش كيف يمكن توصيلها، يقول لك احسب القوة الدفع الكهربائية إذا تم توصيلهم أو بكم بالشكل. يعني هنشوف أشكال هي نفس الرسم بس يعكس عليها الإيه؟ عليها السؤال. طبعًا مفتاح المسألة هنا في نقطتين اتنين، أول حاجة عندنا عدد الأعمدة، يبقى لازم أعرف إن أنا عندي كام عمود؟ أربع أعمدة، رقم اتنين القوة الدفع لكل عمود كام؟ يبقى هنا دول أول حاجتين عشان هبدأ أحل بيهم دوت برضو الأستاذ عادل، وأنا بنقول من الأول يا جماعة نقرأ المسألة وآخد بالي من الأرقام. مهمة أو مش دول المفتاحين، مش المسألة مش المسألة أبص لها وبس، لا هوصل كم عمود وكل عمود بكم فولت. طب احنا عايزين 8 فولت، لسه آخر نقطة بقى عندنا برضه مستر حسام، بنقول إن توصيل الأعمدة على التوالي دايما بحط الأعمدة جنب بعض، توصيل الأعمدة على التوازي برصها فوق بعض زي ما قلنا كده، بجيب عملة 4 جنيه أو حاجة أو أي عملة معدنية على التوالي برصها جنب بعض، على التوازي برصها فوق بعض، ففي الآخر اللي هيظهر في التوازي عندي غير واحد بالظبط. تمام كده. طب في التوالي عندي كام عمود؟ 4 اهو، كل عمود عباره عن شرطين، شرطه كبيره وشرطه صغيره، كده عمود، كده الثاني، كده الثالث، كده الرابع. قلت بوصل ازاي المسطره والقلم الرصاص عشان ابنائنا بس ما نفكرش ان احنا حاجه المسطره والقلم الرصاص سنه رفيع ودايما ياخدها على سطرين بين السطرين، والسطر الكوب السالب الصغير ده ياخده على بين السطرين بحيث يبقى الرسمه مظبوطه. طب اوصل ازاي بقى السالب بتاع العمود الاولاني للموجب بتاع العمود الثاني، والسالب بتاع الثاني للموجب بتاع الثالث، والسالب بتاع الثالث للموجب بتاع الرابع، وبعد كده ده اتفضل عندي كود بسالب واتفضل عندي كود موجب، يبقى عندي كده توصيل على التوالي. كم واحد؟ 1 2 3 4 بكم عمود؟ ب4. طلع كام فولت؟ ب8 فولت. حسبناها ازاي؟ ادي 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 تساوي كام فولت؟ 8 فولت. يبقى هنا بيقولوا كده ق بالكير رسمة بتساوي 8 فولت. دي هنخبي ديت، هنخبي دي كده واقول لك من الشكل المقابل امامك زي ما قال مستر عادل احسب كيف يمكن او احسب القوه الدفع الكهربائيه اذا تم توصيل الاعمده معا على التوالي. الرسمه قدامك اهيت، انت هتقول 2 زائد 2 زائد 2 يطلع بكام فولت؟ ب 8 ايه؟ ب 8 فولت. يبقى احنا كده بنحاول نقول لك كل الافكار عشان ما تلخبطش. طب الرسمه الثانيه عايز كام فولت؟ عايز 4 فولت وبطريقتين. يبقى هقسم الصفحه نصين كده ونشوف الطريقتين الاثنين. 4 فولت يعني عايز عمودين اثنين اهم. ادي كده وصلت خدت ال 4 فولت. طب انا عندي كام عمود في المساله؟ عندي 4. رسمت منهم كام؟ 2. طب الاثنين التانيين اعمل فيهم ايه؟ احطهم فوق على التوازي. احطهم ازاي؟ ادي اول طريقه اهو، حطيتهم كلهم بالشكل ده كده اهو، يبقى كده خدت كام فولت؟ ادي 2 2 2 2 بتساوي كام فولت؟ بتساوي 4 فولت. طب ازاي 4 فولت؟ مش هم 4 كل واحد ب 2؟ ما هم دول كلهم كده اللي فوق بعض دول كلهم كانهم عمود واحد. عمود واحد زي ما قال مستر عادل، حاطينهم فوق بعض مش شايف غير ده. طب الاثنين دول مش باينين، يبقى عندي عمود واحد. العمود ده بكام؟ ب 2. وده بكام؟ ب 2. يبقى 2 و2 كام؟ 4 فولت. طب الرسمه الثانيه هرسم 2 اهم جنب بعض واوصلهم على التوالي، دول بكام فولت؟ 2 و2 بيطلعوا كام؟ 4. وادي الاثنين الثانيين تحتيهم برضو اهو، واوصل ده وده كده، يبقى خدت كام فولت؟ 4 فولت. يبقى كده في كام رسمه؟ رسمتين. ده لسه في رسمه كمان يا مستر حسام، ممكن طريقه ثالثه، ها ان انا هوصل اتنين مع بعض على التوازي
ووصل اتنين مع بعض على التوازي، وبعدين اوصلهم اتنين مع بعض على التوالي. يبقى هنا في طريقه ثالثه، ان انا نفس الرسمه نفس الرسمه بس اخدها في شكل، كده ايوه اهو كده، يبقى انا كده دول وصلتهم مع بعض كده عمودين فوق بعض، والتانيه نفسها كده اهو، واوصل دول مع بعض اهو. يبقى هنا ثلاث طرق للتوصيل مش طريقتين. هي هي نفس الرسمه اللي فوق بس اللي تحت، اختلاف ماشي في الترتيب الشكل. الاعمده العيال بيفتكروا طريقتين ان احنا ايه يعني هعمل حاجه غريبه، لا هم الاربع اعمده بس انت حط المكان مختلف باي شكل من الاشكال. طب الست برضو فولت ممكن الرسمه يجيبها له زي شكل زجزاجي كده، دي حاجات في احدى المحافظات، وصل واحد بموجب والتاني بسالب. طبعا بمشي كده موجب سالب موجب، طالما ماشي الترتيب ما اختلفش، موجب سالب موجب سالب، ده توالي مش مشكلتي. موجب 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 سالب 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 سالب، يبقى كده ده توصيل على التوازي. خد بالكم اللي قاله مستر عادل، هو قاله بسرعه بس انتم ما خدتوش بالكم، نقوله تاني. التوصيل على التوالي لازم الموجب مع السالب، الموجب مع السالب، الموجب راسمها اي شكل باي منظر، زجزاج حرف زد ايا كان، بس انت تاخد بالك ماشي ازاي، موجب سالب موجب سالب، ولا موجب 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 سالب سالب سالب، موجب موجب موجب، يبقى ده توازي سالب سالب مع بعض، لكن موجب وسالب موجب وسالب موجب وسالب ورسمها باي شكل يبقى ده اسمه توالي. خدوا بالكم اللي احنا بنقوله. طيب اخر رسمه او رسمه الاداه الاخيره اللي هي 6 فولت. 6 فولت يعني كم عمود؟ 3، يعني 2 و2 و2 اهم، ادي عمود ادي الثاني ادي الثالث، اتنين واتنين واتنين، اتفضل واحد اعمل فيه، حطه في اي مكان فوق، انا احطه على التوازي مع اي عمود اخر، مع الموجب والسالب مع السالب، يبقى دي بتساوي كام فولت؟ اقول لك دي بتساوي 6 فولت. اخر رسمه اللي هي 2 فولت كلهم فوق بعض، ادي عمود قطب موجب وقطب سالب، قطب موجب وسالب موجب وسالب، خدت السالب ده كده كله مع بعضه اهو، وخدت الموجب ده كده كله مع بعضه، يبقى الاقطاب السالبه زي ما احنا بنقول من الاول مع بعض، والاقطاب الموجبه مع ايه؟ مع بعض. كام فولت دول؟ 2 فولت، ان كلهم فوق بعض على التوازي اللي هي قوه الدفع على عمود واحد. يبقى كده بسرعه ادينا لكم امثله على توصيل الاعمده على التوالي وعلى التوازي والاسئله المحتمله فيها. وزي ما قال مستر عادل، التوصيل على التوالي بيعطي اكبر قوه دفع كهربيه، التوصيل على التوازي بيعطي اقل قوه دفع كهربيه. في التوصيل على التوالي باخد القطب الموجب للعمود الاول مع السالب للعمود الثاني والسالب للثاني بالموجب للثالث. في التوازي باخد الاقطاب المتشابهه مع بعض، الموجبه مع بعض والسالبه مع بعض. السؤال اللي بعديه مستر عادل، نشوف عندنا سؤال جديد بيقول يعني صح ما تحت خط في العبارات التاليه: شحمه الاذن الملتحمه من الصفات الوراثيه السائده، وشادد خط تحت الملتحم. هنا بندخل للصفات السائدة والمتنحية. لا ندخل الأول كده ناخدها من الأول. ماشي. الصفات عندنا نوعين، في صفات وراثية وفي صفات مكتسبة. الصفات الوراثية هي الصفات التي يرثها الفرد من الأبوين، وهي صفات قابلة للانتقال من جيل إلى آخر. آخر. فهنا باخدها من الأب، باخدها من الأم، ممكن آخد صفة من الخال أو العم أو الجد أو الجد الجدود. دي اسمها كده صفات وراثية، وقلنا زي لون العينين، لون فصيلة الدم، لون الشعر، البشرة، الطول، الكلام ده كله. الصفات الثانية بنقول عليها صفات مكتسبة، ودي صفات بيكتسبها الفرد أثناء حياته، وهي صفات لا تورث. زي تعلم احدى اللغات، تعلم مهارة احدى المهارة من المهارات، قيادة السيارة، الدراجة، كرة القدم، الحاجات دي كلها بنقول عليها صفات غير دي مكتسبة، مكتسبة او صفات غير وراثية. بالنسبة للصفات الوراثية عندنا بقى العلماء لما درسوا الصفات وعلم الوراثة وجدوا ان الصفات الوراثية بتنقسم الى نوعين: صفات سائدة وصفات متنحية. الصفات السائدة احنا عرفنا ان هي بيتحكم فيها جين سائد على الاقل، وقلنا اي صفه وراثيه عندنا طبعا حسب روت مندل قال ان كل صفه وراثيه بيتحكم فيها عاملين او ما يسمى ب الجينات، جينين اتنين احدهما من الاب والاخر من الام. والجينات عندنا نوعين، يا اما جين سائد يا جين متنحي. فهنا الصفات نوعين، صفات سائده وصفات متنحيه. الصفه المتنحيه دائما نقيه. يعني ايه كلمه نقيه؟ يعني العاملين متماثلين شبه بعض. يبقى هنا في عندي نوعين اتنين من الافراد، في فرد نقي في فرد هجين. الفرد النقي الجينين متماثلين، والفرد النقي في احتمالين، ان يكون يحمل صفه وراثيه سائده نقيه او صفه متنحيه، وان الصفه المتنحيه دائما نقيه. النوع الثاني او بيسمى فرد هجين بيكون عاملين الصفه مختلفين، احدهما سائد والاخر متنحي. طب قبل ما نعدي ده مستر عادل، احنا ايه نبينها لهم بالرموز عشان يبقى الولد فاهم. يعني دلوقتي انت كده حضرتك قلت عشان برضه يبقى يفتكر واحنا بنقول. زي ما قال مستر عادل، الصفات سائدة ومتنحية، ونقية سائد ناقي متنحي، والهجين. طب سائد يبقى الحرفين الاثنين شبه بعض، والجنين اثنين سائدين. فطبعا مندل قال ان الصفة السائدة برمز لها بالحرف كابيتال، والصفة المتنحية برمز لها بنفس الحرف بس يبقى سمول. فهندي مثال ونخلي مثلا عادل يكمل بعد كده. الصفات السائدة النقية هقول مثلا الطويل ده سائد، والقصير ده المتنحي.
طويل بالانجلش يعني طول، يبقى اخد اول حرف كابيتال يبقى تي. يبقى لو كتبت تي كابيتال، تي كابيتال يبقى ده كده اسمه طويل نقش. طب تي سمول، تي سمول يبقى ده قصير نقي. يبقى عندي الصفه النقيه يا اما تكون صفه سائده نقيه او متنحيه نقيه. التالتة بقى اللي قال عليها مستر عادل، تي كابيتال تي سمول، ديت اسمها ايه؟ فرد هجين. كلمة هجين عشان معاه جينين الاثنين، السائد والمتنحي. وهنا في سؤال يقول لك ماذا يحدث اذا اجتمع جينين اثنين احدهما سائد والاخر متنحي؟ يحصل ايه لو عندي جينين اجتمعوا؟ واحد من الاب سائد والاخر متنحي. ايه اللي هيحصل؟ هتظهر الصفة الايه؟ السائدة، وتختفي تأثير الصفة المتنحية، او يظهر تأثير الجين السائد ويختفي تأثير الجين الايه؟ المتنحي. او الفرد عندي يصبح فرد هجين. بالظبط كده. او الفرد الناتج هو مش هيبان هجين شكله، هيبان عليه الصفة الايه؟ السائدة. موجودة لكن التركيب الجيني بتاعه هيبقى هجين. بهذا الشكل. كمل حضرتك. طبعا عندنا ده بالنسبة للصفات. طبعا عندنا مندل هو مؤسس علم الوراثة، أجرى تجاربه على نبات البازلاء أو ما يسمى به بسلة الخضر لعدة أسباب. طبعا لما بيجي في امتحان أذكر سببين أو ثلاث أسباب اختيار مندل لنبات البازلاء. طبعا عندنا سهولة زراعته، بيعطي كمية كبيرة من المحصول، قصر دورة حياته، بيحمل مجموعة من الصفات المتضادة، أظهره خنسة تلقح ذاتيا، سهولة تلقيحه صناعيا أو خلطيا، بينتج أعداد كثيرة من الأفراد في الجيل الواحد. مندل عمل قانونين اثنين، قانون مندل الاول وقانون مندل الثاني. القانون الاول بنقول عليه قانون انعزال العوامل، القانون الثاني لمندل يسمى قانون التوزيع الحر. اعرف الفرق بين الاثنين ازاي؟ حضرتك سهل الاول احنا بصوا قلنا اتفضل يا مستر عادل. قلنا عندنا اذا اختلف فردان نقلين او صح في زوج واحد او في زوج يبقى ده القانون الاول. اما اذا اختلف فردان نقلين في زوجين او اكثر يبقى ده القانون مندل الثاني. زي ما قال مستر عادل كده، قانون مندل الاول بيقول اذا تزوج فردين اثنين نقيين مختلفين في زوج واحد من صفاتهما المتقابله فان صفه السائده بتظهر في الجيل الاول كلها، كل الجيل الاول يظهر في الصفه السائده، والصفه المتنحيه بتظهر في الجيل الثاني بنسبه 25% اللي هي الربع، عشان عليها اسئله كتير اللي هي نسبه 3:1. 3:1، 3 سائد وواحد متنحي. طب في الجيل الثاني يقول لك اذا حدث تزوج بين فردين اثنين نقيين في زوجين او اكثر، زوجين او ايه؟ اكتر من صفاتهم المتقابله، اللي يحصل تظهر الصفه السائده في الجيل الاول، وفي الجيل الثاني نفس الكلام بنسبه 3:1. طبعا صفه كل زوج هنا في الحاله دي صفه كل زوج بتورث مستقله، يعني هنا صفه الطول هتورث مستقله، لون الازهار هتورث مستقله، او لون البذور، فكل صفه وراثيه كانها مستقله عن الصفه الاخرى. ده بالنسبه لقانونين مندل. وطبعا قلنا عندنا بعض الصفات بالنسبه للانسان سائده في الانسان على بعض الصفات الاخرى لازم برضو يكون عارفها، زي عندنا شحمة الأذن المنفصلة. طب نبدأ بالرأس بقى، نحكيهم على الرأس. تمام. الشعر الشعر السائد اللي هو المجعد الناعم ده صفة متنحية. كلمة سائد برضو أو صفة سائدة يعني موجودة عند معظم الناس، والصفة المتنحية موجودة عند قلة من الناس. وطبعا هنا السبب في الصفة السائدة إن اجتمع جين سائد على الأقل، وبالتالي بيرث الشخص هذه الصفة. أما الشخص الذي يحمل الصفة المتنحية اجتمع الجينين المتنحيين من الأب والأم. طيب. في عندنا خلاص كده الشعر. الشعر مش على العين بقى. العين. العين الواسعة صفة سائدة، العين الضيقة صفة متنحية. برضو العين. في العين. لون العين البنية صفة سائدة، الملونة صفة متنحية. طب بعد العينين نجد الأذن. انفصال شحمة الأذن بعيدة اهي، يبقى اسمها صفة سائدة. التحامها زي السؤال الموجودة دي اسمها صفة ايه؟ متنحية. البشرة. عدم وجود النمش يعني الوش ما فيش فيه بقع بنيه يبقى دي صفه سائده. طب في بقع بنيه يبقى دي صفه متنحيه. طب بعد كده القدره على لف اللسان، القدره على لف اللسان ياخد شكل انبوبي دي صفه سائده. طب عدم القدره يبقى اسمها صفه ايه؟ متنحيه. يبقى كده في صفات اللي في الوجه وجود يبقى كده قلنا ست صفات. لسه الصفه السابعه فكرني بها مستر عادل، وجود الغمازات في خرمين كده في الخد دول مغمزات دي اسمها صفه سائده. عدم وجودهم صفه ايه؟ متنحيه. وبرده عشان ما حدش يزعل قلنا يا جماعه الصفات السائده مش حاجه حلوه او عدم وجودها حاجه وحشه، الاثنين زي بعض كلهم حلوين. ده كده يعتبر بالنسبه للجزء الخاص بيه جزء الوراثه. وطبعا احنا طب ما ندي مساله وراثه بالمره يا مستر، يعني ناخد مساله بسيطه كده. طب ماشي. في مندل عشان خاطر بتيجي كتير في المسائل في الامتحان يقول لك اذا حدث تزاوج بين نباتين اثنين بسل واحد طويل وواحد قصير. طيب الاحتمال افراد الجيل الاول صفاتها ايه والجيل الثاني صفاتها ايه؟ طب نكتب المساله. اذا حدث تزاوج بين نباتي بسل احدهما طويل طويل نقي والاخر قصير، وضح
على أسس وراثية، صفات الجيل الأول والتاني مع ذكر النسب. خد بالك من السؤال، حدث تزاوج بين نباتين بسلة أحدهما طويل إيه؟ ناقي. طب لو طويل هجين هكتب نفس الرموز؟ لا، ما لسه قايلين طويل ناقي يبقى تي كابيتال تي كابيتال. طب لو هجين يبقى تي كابيتال تي سمول، والآخر قصير يبقى الحرفين صغيرين. وضح الأسس الوراثية، يعني اشرح لنا إزاي الجيل الأول صفاته إيه ونسبته كام والجيل الثاني نسبته كام. طيب أنا جيت في الامتحان ونسيت إن كلمة طويل بالإنجليزي يعني طول، طب أكتب إيه؟ هقول نفرض إن صفة الطول حرف إيه كابيتال، صفة الطول حرف سي كابيتال، أي حاجة، افرض أي حاجة ما دام أنت ما جاش في دماغك إن صفة الطول اللي هو طويل يعني طول، خلاص يبقى دي أول حاجة، يبقى بفرض أن صفة الطول تي كابيتال وصفة القصر يبقى العكس بتاعها تي سمول. طب بعمل ثلاث حروف ما أنساهمش، طب افرض ما كتبتهمش؟ لا هتنقص. أول حاجة البيرنس اللي هم الآباء، التزاوج بين مين ومين؟ طويل نقي يبقى تي كابيتال تي كابيتال، اكس يعني تزاوج، تي سمول تي سمول، يبقى دي الاباء اللي عندي. بعد كده الجميطات، اعزل العوامل، يبقى هنا دي تي كابيتال تي كابيتال تي سمول تي سمول. الفيرست وان الجيل الاول بكتب بالقلم الرصاص 1 2 3 4، الواحد مع الثلاثه يبقى تي كابيتال تي سمول واحطها في دايره، الواحد مع الاربعه تي كابيتال تي سمول وفي دايره، 2 مع 3 تي كابيتال تي سمول، 2 مع 4 تي كابيتال تي سمول. لاحظت ايه؟ ان كلهم شبه بعض، تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول. يبقى 100% ايه؟ طويل ناقي ولا هجين؟ حرفين شبه بعض زي اللي فوق، لا دول مختلفين، يبقى اقول له ده 100% طويل هجين. دي اول جزء في المساله. طب الجزء الثاني عايزين الجيل الثاني، يعني هناخد ايه؟ هاخد نفس الصفات البسله اللي خرجت اللي هي تي كابيتال تي سمول، اكس تي كابيتال تي سمول، دول من البيرنس. بعد كده الجاميطات ابعدهم عن بعض نفس الخطوات، تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول، بكتب قلم رصاص 1 2 3 4 واكتب فيرست 2، 1 مع 3 يبقى تي كابيتال تي كابيتال واحطها في دايره، 2 مع 1 مع 4 تي كابيتال تي سمول، 2 مع 3 تي كابيتال تي سمول، 2 مع 4 تي سمول تي سمول. اللي انا لاحظته واحده تي سمول تي سمول، يعني ادي قصير، تي كابيتال تي سمول طويل، تي كابيتال تي سمول طويل، تي كابيتال تي كابيتال طويل، وتلاتة طويل. يبقى واحد قصير يعني 25%، تلاتة طويل يعني 75%، وده هو اللي حله. طب انا حليته ما كتبتش النسبة، هتنقص. يبقى لازم نركز في الحل، اقرا السؤال لحد اخره واجاوب اللي هو عايزه، ما سيبش حاجة. ماشي؟ يبقى ديت مسألة على مسألة ايه؟ مندل. طيب هو نفس السؤال الحتة اللي في الآخر دي، يقول لك حصل تزاوج بين نباتين بسلة وكانت نسبة الأفراد الناتجة 75% إلى 25%. عكسها لك من تحت، وضح لي على الأسس الوراثية صفات الآباء والأبناء، ما قالكش بقى الأب طويل هجين والأم طويلة هجين، هو قال لك النسبة الناتجة. يبقى معنى كده لازم أكون حافظ إن الأفراد الناتجة لو 75 و25 يبقى الآباء اللي عندي كام؟ تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول. كده جزء الوراثة احنا عندنا يكون يعني خلصنا الوراثة، وكده الوحدة دي تعتبر خلصت. الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة انتهينا، والوحدة الثانية فاضل فيها النشاط الإشعاعي، لكن الوحدة الأولى ما زال عندنا التفاعلات الكيميائية، لكن ممكن ناخد جزء منها بعد الفاصل. أبنائي أحبائي، فاصل قصير، استنونا راجعين لكم بسرعة. رجعنا من الفاصل، لكن طبعا أعتقد الفاصل كان فيه معلومة كويسة حلوة قوي، إن دايما بقول لك حاول، يعني أنا عجبتني الموضوع كله، لأن فعلا الإنسان أو معظم الاختراعات والابتكارات الحديثة كلها الإنسان حاول فيها محاولات كثيرة إلى أن توصل إلى نتيجة طبعا. إلى نتيجة، ما فيش حاجة بتيجي سهل، فعلا لازم الإنسان يتعب ويجتهد عشان يوصل اللي هو عايزه اللي هو. لكن طبعا عشان يتعب والكلام ده لازم يكون حاطط هدف، لازم يكون عنده طموح إنه عايز يوصل للهدف ده، وبالتالي مرة بيخطأ بيتعلم من خطأ وبالتالي بيستمر بهذا الشكل. في عندنا سؤال ما يسمى بالمصطلح العلمي، أذكر المصطلح العلمي مواد أو رسائل كيميائية تربط وتنظم معظم وظائف أعضاء الجسم، الهرمونات ولسه علينا في الشرح الهرمونات. نيجي بقى عندنا لجزء خاص به جزء الكيمياء، يقول لي المادة التي تعطي أكسجين أو تنزع الهيدروجين. قلنا دايما بفرق بين حاجتين، مادة وعملية وعملية. المادة يبقى حاجة من اتنين، يا عامل مؤكسد يا عامل مختزل. عملية يبقى حاجتين، يا أكسدة يا اختزال. هنا بيقول لي مادة بتديني أكسجين، يعني معنى كده إن عندها كمية زيادة من الأكسجين بتفرقها، فهنا بنقول عليه عامل مؤكسد. طيب العكس بقى عندنا، يبقى هنا عشان نفهم الكلام ده احنا نتكلم عن الأكسدة والاختزال، وده نوع من أنواع التفاعلات الكيميائية. إيه معنى كلمة أكسدة وإيه معنى
اختزال. فقلنا قبل الاكسده، قبل ما نخش كده طب ما نشرح يعني ايه تفاعلات كيميائيه. نخش تفاعلات كيميائيه. ناخدها حته حته طيب. من البدايه بقى جزء كده بحيث برضه الجزء ده بقى. التفاعلات الكيميائيه، بالنسبه للتفاعلات الكيميائيه قلنا هي ممكن ابنائنا درسوها في الصف الاول الاعدادي، قلنا عباره عن كسر الروابط الموجوده بين ذرات جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده بين ذرات جزيئات المواد الناتجه من التفاعل. ونفكر ابنائنا ان دايما الجزء اللي على الشمال بنقول عليه مواد متفاعله، السهم ده بيتكتب عليه شروط التفاعل ان وجد، بعد السهم بيسمى المواد الناتجه. انواع التفاعلات الكيميائيه هم درسوا نوع منهم في اولى اعدادي، لكن بالنسبه لثالثه اعدادي عندنا انواع التفاعلات: انحلال حراري، احلال، وده هيبقى نوعين، في احلال بسيط واحلال مزدوج. ثلاثه تفاعلات الاكسده والاختزال، الاكسده والاختزال. بالنسبه لانحلال حراري قلنا تفاعلات كيميائيه بيتفكك فيها المركب بالحراره الى عناصره الاوليه، وعندي خمس معادلات الموجودين عندنا بسرعه كده برضو. ماشي. يبقى اكسيد الزئبق الاحمر. يبقى اول نوع من انواع التفاعلات الكيميائيه في الانحلال الحراري اسمه انحلال الاكاسيد. القاعده العامه بقى بتقول يا استاذ عادل اكسيد الفلز بالحراره بينحل الى، هفصله نص حاجتين، يبقى فلز واكسجين. اهو بصوا معايا كده، نكتب المعادله اللي قالها مستر عادل: 2HGO سهم حراره، ده اسمه اكسيد الزئبق الاحمر، لان الالوان دي مهمه. واخد بالي من الالوان، احمر سهم حراره بيديني 2HG بلس، وده زئبق ودوت برضو لونه فضي، اللون زائد غاز الاكسجين وده بيتصاعد. طيب هنا القاعده بتاعتي اكسيد الفلز اهو اللي قال عليها مستر عادل عشان ممكن يتغير في الامتحان، سهم حراره لا مش هيتغير الفلز زائد الاكسجين. طبعا هو ما فيش حاجه عندنا بتتغير، بس هنقول ان هم اللي ده اكسيد الزئبق دي القاعده بتاعتنا. نخش على الهيدروكسيد. طب قبل ما نعديها بقى ماشي، مع الاسئله اللي موجوده عندنا بنقول ماذا يحدث. ايوه. او علل بالظبط ماشي كده. طب ماذا يحدث؟ اكمل المعادله. ماذا يحدث عند تسخين اكسيد الزئبق الاحمر يا مستر عادل؟ ينحل بالحراره الى زئبق فضي اللون ويتصاعد غاز الاكسجين. طب ممكن اكتب ماذا يحدث من غير ما اقول المعادله؟ مش بالضروره اقول المعادله. لكن هو لو طلب مني قال لي مع كتابه معادله التفاعل يبقى هنا اجبار عليا ان انا اكتب المعادله، لان هو قال لي ايه اللي هيحدث. خلاص انا قلت له كذا ماشي. طب الثاني بقى بالنسبه عندنا ليه انحلال الهيدروكسيد، بعض هيدروكسيدات الفلزات. أيوه. قلنا هيدروكسيد الفلز يبقى انحل الى حاجتين. ايوه هيدروكسيد فلز ويتصاعد بخار الماء. ماشي. يبقى هيدروكسيد الفلز اللي عندي القاعده بتاعتي اللي هو هيدروكسيد النحاس وده لونه برضو ازرق. المعادله بتاعتي CuO(H)2 سهم على السهم الشرط بتاعي اللي هو حراره CuO راسب اسود، ده هنا اكسيد الزئبق اكسيد النحاس وده الاسود، هيدروكسيد النحاس ازرق سهم زائد بخار H2O الميه وهنا سهم معنى كده ان هو بخار. طب راسب اسود اسمه اكسيد نحاس، اكسيد نحاس اسود لونه اسود، والازرق عندنا قلنا هيدروكسيد نحاس، نحفظ الالوان مهمه طبعا، زائد H2O اللي هو بخار الميه. طبعا احنا عندنا ثلاث مركبات للنحاس، لما بتنحل بالحراره بتديني نفس الناتج الاسود اللي هو اكسيد النحاس الاسود، لكن الاختلاف بيكون في الناتج الغاز المتصاعد. طبعا عندنا الثانيه الثالثه بقى عندنا اللي هو انحلال كبريتات النحاس، ودي برضو لونها باللون الازرق كبريتات CuSO4 النحاس، وطبعا دي لونها ايه زي ما قال مستر عادل زرقاء CU ده النحاس SO4 هتدينا حراره CuO وده اكسيد الزئبق الاكسيد النحاس الاسود اسود زائد SO3 ده اللي هو غاز ثالث اكسيد الكبريت. عندنا كربونات بقى النحاس ودي لونها اخضر، ده هنا اللون اختلف شويه عشان نبقى عارفينه، هنا كربونات نحاس ايوه CuCO3 خضراء، ما ننساش الالوان CU ده النحاس CO3 ده الكربونات، هنحل يعني بالحراره الى اكسيد النحاس الاسود CuO زائد CO2 زائد غاز ثاني اكسيد الكربون، وده بيعكر ماء الجير الرائق. ده بالنسبه للغاز، غاز الاكسجين بيزيد اشتعال الشظيه المشتعله، غاز الهيدروجين بيشتعل بفرقعة. دي برضو طرق الكشف عن الغازات الموجوده عندنا. هنحطها في سؤال مع بعض دلوقتي. اخر معادله عندنا في الانحلال اللي هي انحلال نترات الصوديوم البيضاء، نترات صوديوم، ودي معادله سهله جدا وبتيجي كتير في الامتحان محدش ينساها. المعادله طبعا هنا بكون حافظ الوزن بتاعها 2NaNO3 سهم حراره، هيدينا نفس المركب 2NaNO2، هنا الاختلاف بقى زائد دي اسمها ابيض مصفر اللي هي نيتريت الصوديوم.
يبقى كانت نترات اتحولت لمركب اصغر شويه اللي هو النيتريت ويتصاعد غاز الاكسجين، وقلنا ده بكشف عنه في شظيه مشتعله بيزداد اشتعال. دول الخمس معادلات بتوع انحلال بالحراره. طب قبل ما نعدي مستر عادل كده، يعني ايه نقول تاني لاولادنا ازاي نفرق بين غاز ثاني اكسيد الكربون وغاز الاكسجين وغاز الهيدروجين؟ طبعا عندنا لما بنقرب شظيه مشتعله للغازات الثلاثة، للغازات الموجودة عندنا، بالنسبة لغاز الأكسجين بيزيد اشتعال الشظية، غاز الهيدروجين بيشتعل بفرقعة، غاز ثاني أكسيد الكربون بيسبب انطفاء الشظية المشتعلة بيطفيها. بالظبط كده. بعمل تجربة تانية اللي هي بقى مين؟ ماء الجير الرائق، بيتعكر ماء الجير لكن الرائق. التنين مش هيغيروا حاجة فيه. أيوة. طب مش ده بالنسبة للانحلال. نيجي ماء ما يسمى بالإحلال، وقلنا تفاعلات كيميائية بيحل فيها عنصر أكثر نشاطا محل عنصر آخر أقل منه نشاط، وده بياخدنا إلى ما يسمى بمتسلسلة النشاط الكيميائي، وقلنا ترتيب العناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي، وطبعا كنا عملنا لها أغنية كده أو يعني اختصار، بص بكم أخ حقر هيدروجين نزف بلاتين وذهب. قلنا أي عنصر قبل الهيدروجين بيحل محل الهيدروجين، أي عنصر تحت الهيدروجين لا يحل محله لأنه أقل منه نشاط. من هنا نخش على تفاعلات الإحلال، وقلنا عندنا في إحلال بسيط وفي إحلال مزدوج. اول عندنا حاجه، عندنا احلال فلز محل هيدروجين الميه ماشي. يبقى اللي هو عندنا 2NA اللي هو الصوديوم، وانا طبعا التفاعل ده طبعا بيتطلب احتياطات خاصه، ان انا لازم استخدم قطعه صغيره جدا من الصوديوم في حجم حبه السمسم او الحمصه، لان طبعا بيكون تفاعل شديد الانشجار. ايوه. هيدينا 2NaOH، طبعا هنا مفيش سهم، مفيش حراره على السهم، لان هنا مفيش انحلال. H2 وده بيتصاعد، وهنا زائد هيت لان هذا التفاعل تفاعل طارئ للحراره، وهنا غاز الهيدروجين بيشتعل بفرقعه بفعل حراره التفاعل. يبقى هنا عندنا تفاعل صوديوم، الصوديوم حل محل مين؟ هيدروجين بتاع الميه، طرد الهيدروجين بتاع الميه وكون هيدروكسيد. في عندنا احلال فلز محل هيدروجين الحمض، طبعا هنا عندنا ثلاث معادلات ماشي. عندنا نحط المغنيسيوم ونحط الخرسين ونحط الالومنيوم، الخرسين والالومنيوم يعني المغنيسيوم ممكن ناخد ده وناخد النحاس. طيب هناخد كده مع مستر عادل زي ما قال، هاخد الخرسين زد ان واخد الالومنيوم واخد السيو، كلهم هيتفاعلوا مع ال HCl اهو. ما غيرت، بكتب المعادله زي ما مكتوبه في العربي، انا لسه ما وزنتش ولا ترجمت اي حاجه. طيب الزد ان اللي هو الخرسين مع ال HCl هيديني كلوريد خرسين، فلازم ناخد 2 HCl Cl2 زائد H2 يتصاعد، فبكتب هنا 2. طيب المعادله الثانيه Al Cl3 زائد H2، فبوزن المعادله بكتب هنا 6 HCl وبكتب هنا 2 وهنا 2Al وهنا 3، ده وزن المعادله. طب هنا النحاس مكان الهيدروجين مش هينفع، طب ليه مش هينفع؟ زي ما قال مستر عادل ان الهيدروجين تحت النحاس فمش هيحل محله، يبقى الاجابه نقول له لا يحدث تفاعل، بس نقول لان النحاس اقل نشاطا من هيدروجين الحمض. طب لو عكسناها قلنا لان النحاس او لان الهيدروجين اكثر نشاطا من الهيدروجين، صح ولا غلط؟ الاثنين زي بعض، يبقى الاجابه هنقول له ايه؟ لا يحدث ايه؟ تفاعل. طب هنا في سؤال برضو يقول لك الالومنيوم والخرسين مين قبل مين؟ هتقول لي الالومنيوم قبل الخرسين، لكن مين اللي بيحصل الاول واسرع؟ بتقول الخرسين. طب ليه؟ مش المفروض ان الالومنيوم فوق فهو اللي يحصل الاول هو اسرع؟ قال لك في سبب صغير قوي، ان قطعه الالومنيوم اللي عندنا عليها طبقه من الاكسيد، يعني الالومنيوم مش نظيف، ما اكسد، في طبقه مغطيه نتيجه تعرضه للهواء الجوي فبيتاكسد، وطبعا بياخد فتره عشان يتاكل ويوصل له الايه؟ الحمض. يبقى نقول ليه؟ علل لوجود طبقه الالومنيوم بياخد فتره او بيتفاعل ببطء شويه عن الخرسين، نقول لان الالومنيوم عليه طبقه من اكسيد الفلز بتاخذ فتره حتى ايه؟ تتاكل، عشان كده بيتاخر شويه في التفاعل، لكن هو لو مفيش طبقه والالومنيوم نقي هو اللي هيبقى تفاعله اسرع ويدي كميه كبيره من غاز الايه؟ الهيدروجين. النحاس ما تفاعلش ليه؟ قلنا لان النحاس اقل نشاطا من هيدروجين الايه؟ الحمض. يبقى احنا كده يا مستر عادل قلنا الاحلال البسيط احلال عنصر محل هيدروجين الميه، احلال عنصر محل هيدروجين الحمض، يبقى احنا كده خلصنا محل اخر في محلية زي الأمر. مثلا عندنا المغنيسيوم مع كبريتات النحاس، ده الاحلال الزرقاء اللي هو احلال كتير في الامتحانات. ايوه. احلال فلز محل اخر، فلز محل اخر بس بشرط ان يكون في محلول املاح. وحاجه تانية طبعا لازم يكون يسبقه في مسلسله النشاط الايه؟ الكيميائي. نشوف المغنيسيوم عندنا، ادي المغنيسيوم ام جي زائد CuSO4 كبريتات النحاس، طبعا المغنيسيوم هيخش يقعد مكان السيو، يبقى ده هيجي مكان ده، يبقى اكتبها تحتيها MgSO4 زائد CuSO4 وخرج لي السيو،
ودوت وسي، راسب وهنا لونه راسب احمر. احمر. ماشي، يبقى هنا بيجي سؤال علل صغير كده، اختفاء لون كبريتات النحاس الزرقاء او ظهور لون احمر او ظهور لون عند احمر، تفاعل هم المغنيسيوم مع اجابتهم واحده. كبريتات النحاس الزرقاء، يبقى هنا نقول لترسب النحاس الاحمر، او لان المغنيسيوم بيحل محل النحاس ويترسب النحاس الاحمر. لانه يسبقه في مسلسله نيجي بقى النشاط عندنا لما الكيميائي يسمى بيه التبادل المزدوج، المزدوج. وقلنا التبادل المزدوج عباره عن تفاعل تفاعل كيميائي بيتم بيتم فيه فيه تبادل مزدوج بين شقي مركبين ايونيين لتكوين مركبين جديدين، وده يمكن من اسهل التفاعلات الموجوده عندنا، لان انا باجي بقسم المركب المركب بتاعي نصين. نصين، شق موجب وشق سالب، شق موجب وشق سالب، الموجب الاولاني ياخد السالب الثاني والموجب الثاني ياخد السالب الاولاني ويديني مركبين. وان عندنا ده ثلاث انواع من التفاعلات، اول نوع عندنا ومشهور جدا بيسمى صار تفاعل التعادل، التعادل، وهو تفاعل تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وايه ماشي. وميه، الحمض بتاعنا اهو زائد القلوي بيديني حاجتين اتنين، ملح يديني وميه. ملح زائد الميه. الحمض الحمض بتاعي عندنا اشهر حمض اللي هو HCl، HCl، القلوي هيدروكسيد صوديوم NaOH. قال مستر عادل بقسم المركب نصين موجب وسالب باستمرار، على ايدك الشمال هو الموجب واليمين هو السالب، قسمناه نصين، ايه اللي هيحصل؟ الموجب ده هيجي مكان الموجب ده، يعني الموجب الاولاني مكان الموجب الثاني، يبقى هيدينا الملح اللي هو NaCl والميه اللي هي H2O. طب هي كتبتها HOH H صح ولا غلط؟ ميه هي يا بابا، مفيش اي مشكله. HOH اللي هي H2O، يبقى اداني حمض هيدروكلوريك زائد هيدروكسيد الصوديوم، اداني كلوريد الصوديوم وميه. وهنا سؤال، ايه اللي يحصل لو سخنا الناتج؟ جبت الناتج ده كده وسخنته بالحراره، هيحصل ايه؟ هتقول لي يتبخر الماء ويتبقى ويتبقى الملح. الملح هو اللون هو الابيض. نفس السؤال، هيتبخر الايه؟ الميه ويتبقى الماء. طب ايه اللي يحصل لو خدنا الناتج ده وحطيناه على المعادله الثانيه اللي قلنا مستر عادل اللي هو نترات الفضه؟ هو هو الناتج، خدت انا محلول الملح اللي هو دايب في الميه، الملح مع الميه اللي هو اسمه كلوريد صوديوم، حطيته على ملح الثاني اللي هو اسمه نترات الفضه. يبقى يعني هنا خدنا ده الناتج تبادل احلال مزدوج، محلول ملح مع محلول ملح اخر، بالظبط. وان هنا ده غالبا بيكون مصحوب بتكوين راسب. ايوه، هنحط بقى وعندنا المعادله معادله بتاعتنا مشهوره جدا برضو اللي هي ان كلوريد سي ال الصوديوم مع نترات الفضه، هيحصل تبادل مزدوج ويدينا برضو بقسمها نصين، هيدينا اهو ان ايه ان او موجب 3 سالب موجب سالب. ايه اللي هيحصل؟ ان ايه هتيجي مكان دي اهو، بقت ان ايه ان او 3 ان او 3 زائد والاي جي راسب هتيجي ابيض هنا من تبقى اي كلوريد جي سي ال، سي ال وده ودوت. راسب ابيض ايوه من كلوريد راسب الفضه. ابيض من كلوريد الايه؟ الفضه. يبقى عندنا هنا ده تبادل مزدوج بين محلولين ملحين، كلوريد الصوديوم والملح الثاني اللي هو اسمه نترات الايه؟ الفضه. طلع لي راسب ابيض من كلوريد الفضه. عندي طبعا النوع الثالث اللي هو تفاعل مع حمض مع ملح، وعندنا طبعا ده موجود عندنا بالنسبه ليه حمض تفاعل الهيدروكلوريك وكربونات الصوديوم. المعادله بتاعتنا HCl اللي هو برضو حمض الهيدروكلوريك 2HCl زائد Na2CO3 اللي هي كربونات الصوديوم، هيدينا 2NaCl زائد H2O زائد CO2 اللي هو غاز يعكر مائي. وديت المعادله الوحيده اللي عندنا اللي فيها ثلاث نواتج، يعني كل المعادلات فيها ناتجين، دي الوحيده اللي فيها ثلاث. طب طبعا فيها المفروض ثلاثة؟ ان هما ناتجين اتنين، لكن طبعا الحمض ده بيتفكك الى ميه وثاني اكسيد الكربون. ده بالنسبه لتفاعلات الكيميائيه كلها. يجي عندنا فاضل لي معادله بتاعت الاكسده والاختزال اللي هو امرار غاز الهيدروجين على اكسيد النحاس الساخن، هيدينا يبقى H2 بخار ميه ونحاس CO. ايوه، هنا السيو O زائد H2 حرارة، سهم عليه حرارة هيدينا CU لوحده CU، وده طبعا راسب أحمر زائد H2O. في المعادلة دي بقى يا مستر عادل عايزين نطلع التعريفات اللي هي الأكسدة الأكسدة والاختزال والعامل المؤكسد والعامل المختزل. طيب أنا هنا الأكسدة والاختزال والعامل المؤكسد والعامل المختزل، مستر عادل لما جه يشرح قال يا جماعه ناخد بالنا من كلمتين، بديت بكلمه هي الماده التي يبقى انا بتكلم كده على العامل، بديت بكلمه عمليه يبقى بتكلم على الاكسده او الاختزال. طب العامل المؤكسد ايه هو؟ هي الماده التي تعطي الاكسجين او تنزع الهيدروجين. طب مين هنا هيدي الاكسجين؟ طب ابص على مين فيهم؟ انا عندي اربع نواتج، ابص على الاربعه؟ لا، ابص على المتفاعلات بس، ماليش دعوه بالاثنين اللي في الاخر. طب مين المتفاعلات؟ اللي هو سي يو او والاتش 2، يبقى ابص على دول مين معاه اكسجين؟ اهو السي يو او، يبقى السي يو او دوت اهو ده معاه اكسجين، يبقى ده اللي بيدي، يبقى ده اسمه عامل مؤكسد. جبتها منين يا مستر؟ ما لسه التعريف بيقول لك هي الماده التي تمنح
هي الماده اللي بتدي الاكسجين. طب اللي بيدي لازم يكون معاه ولا مش معاه؟ يكون معاه. طب الهيدروجين معاه اكسجين؟ لا، يبقى مش هتدي، عشان كده مش هي العامل المؤكسد. يبقى في المعادله لما يجي بتيجي في الامتحانات كتير جدا يقول لك حدد لي العامل المؤكسد والمختزل، اخبي النواتج وابص على المتفاعلات، اللي معاه اكسجين يبقى اسمه عامل مؤكسد، معهوش اكسجين يبقى اسمه عامل مختزل. طب العامل المختزل بقى ايه هو؟ هي الماده اللي بتدي اكسجين؟ لا، المادة اللي بتنزع الأكسجين، اللي هي مين؟ اللي هي غاز الهيدروجين. يبقى دي غاز الهيدروجين المادة التانية، يبقى دي اسمها عامل مختزل. يبقى العامل المختزل هي المادة التي إيه؟ ها؟ تنزع الأكسجين. طب الأكسدة عملية ينتج عنها زيادة الأكسجين، أبص على الناتج بقى، مين ما كان معاه أكسجين خرج من غير، ومين كان مش معاه أكسجين خرج معاه. الهيدروجين معهوش أكسجين خرج بيه، يعني معاه أكسجين، يبقى ده حصل له أكسدة. اكسيد النحاس كان معاه اكسجين خرج من غيره، يعني نقصت الاكسجين، يبقى ده حصل له اختزال. يبقى كده ايه هي الاكسده؟ والعمليه كيميائيه ينتج عنها زياده نسبه الاكسجين. الاختزال عمليه نسبة كيميائيه ينتج عنها نقص نسبه الاكسجين او زياده الهيدروجين او نقص الهيدروجين. يعني التعريف كامل بقى كده عشان مستر عادل حابب يقوله، العامل المؤكسد هي الماده التي تمنح الاكسجين او تنزع الهيدروجين. طب العامل المختزل هي الماده التي تنزع الاكسجين او تمنح الهيدروجين. الاكسده عمليه ينتج عنها زياده الاكسجين او نقص الهيدروجين. طب الاختزال عمليه ينتج عنها اختزال، يبقى نقص الاكسجين وزياده الهيدروجين. طب هي الاكسده والاختزال في كل المعادلات يا مستر عادل فيها اكسجين؟ لا طبعا، في تاني؟ عندي بقى مفهوم الكتروني لو مفيش اكسجين بقى، اللي هو زي تفاعل الصوديوم مع الكلور لتكوين كلوريد الصوديوم. وهنا قلنا طب نكتب المعادله عشان نستنتج منها. ماشي، 2Na 2Na بلس Cl2 هتدينا سهم، تدينا 2NaCl. ماشي. طبعا عندنا بالنسبه ليه مفيش اكسجين هنا، طبعا الاكسده عشان نفهم كلمه اكسده واختزال هناخدها بالمفهوم الالكتروني. مفيش اكسجين وطبعا هنا طبعا كلمه اكسده فقط، يبقى هنا دال دال، يبقى الاكسده فقد الالكترون، يبقى معنى كده الاختزال هيبقى اكتساب الالكترون، لان الاكسده عكس الاختزال. والماده اللي بيحصل لها اكسده بتسمى عامل مختزل، والماده اللي بيحصل لها اختزال بتسمى عامل مؤكس. فهنا يبقى المفهوم الالكتروني كله في كلمتين اتنين، فقد الالكترون الفقد اكسده. طيب هنا عندنا الصوديوم ده فلز، والعادي الذري بتاعه 11، طبعا هم عارفين الكلور لا فلز 17، فهنا الفلز دايما بيفقد، نوزع ال 11 يعني يتحول الى ايون موجب 2 8 1 اخر واحد، يعني هيفقد، هيتحول لايون موجب. وما دام هيفقد معنى كده انه فقد، يبقى اذا حصل له عمليه اكسده، يبقى ده حصل له اكسده. ال 17 2 8 7 هيكتسب 1، مدام اكتسب يبقى يتحول لايون سالب، يبقى ده حصل له ايه؟ نقول حصل له اختزال. يبقى احنا هنا الفقد اكسده والاكتساب اختزال. الماده اللي حصل لها اكسده بتسمى عامل مؤكسد، والماده اللي حصل لها مختزل، والماده اللي حصل لها اختزال بتسمى عامل مؤكسد. فهنا ده يعتبر، يبقى هنا الاكسده اللي هو بتاع الصوديوم نقول عليه اسمه عامل مختزل، الكلور حصل له اختزال يبقى ده اسمه عامل مؤكسد. يبقى كده المفهومين الموجودين عندنا بالنسبه للاكسده والاختزال. هنا في سؤال بيجي يقول لك علل، الفلزات عوامل مختزله بينما لا فلزات عوامل مؤكسده. الفلز عامل مختزل من الحل اللي احنا قلناه. طب ليه مختزل؟ لانه بيفقد الكترونات اثناء التحول الى ايون موجب، والكلور او لا فلزات عوامل مؤكسده لانها تميل الى اكتساب الكترونات اثناء التفاعلات الكيميائيه. يبقى هو السؤال هنغيره بطريقه ثانيه خالص، يقول لك ليه الكلور عامل مختزل؟ طب نسيب الجزء ده بقى عندنا وننتقل الى ما يسمى بسرعه التفاعل الكيميائي عشان برضو ناخد الجزء بتاعنا. فبالنسبه للتفاعلات الكيميائيه في عندنا سرعه التفاعل الكيميائي، وقلنا المقصود به معدل تغير تركيز المتفاعلات والمواد الناتجه خلال وحده الزمن. وقلنا عندنا طبعا المعادله المشهوره اللي هي تفكك خامس اكسيد النيتروجين بيتفكك الى ثاني اكسيد النيتروجين وغاز الاكسجين. طبعا عندنا بالنسبه تقاس سرعه التفاعل الكيميائي عمليا بمعدل ظهور احدى المواد الناتجه او اختفاء لون احدى المواد المتفاعله. وطبعا عندنا العوامل اللي بتاثر على سرعه التفاعل الكيميائي، عندي اربع عوامل: طبيعه المتفاعلات، تركيز المتفاعلات، عوامل حفازه، وانزيمات درجه الحراره. طبيعه المتفاعلات وقلنا عندنا فيها عاملين اتنين، اول عامل عندنا اللي هو مساحه سطح الماده المعرض للتفاعل ونوع الترابط. نوع الترابط احنا لسه بنقول عندنا دلوقتي المركبات نوعين اتنين، في مركبات ايونيه بتنتج من عندنا اللي هو معلف فلز، ودي بتكون تفاعلاتها سريعه. النوع الثاني مركبات تساهميه، ودي بتكون تفاعلاتها بطيئه. وده سؤال بيجي كتير جدا، على لما ياتي المركبات الايونيه اسرع في تفاعلاتها من المركبات التساهميه. ايه السبب عندنا؟
هنقول السبب لأن المركبات الأيونية تتفكك تلقائيا عند زوايا في الماء إلى أيونات، والتفاعل بين الأيونات سريع. أما المركبات التساهمية لا تتفكك إلى أيونات، وإنما تتفكك إلى جزيئات، والتفاعل بين الجزيئات أقل من التفاعل بين الأيونات. رقم 2 عندنا كان مساحة سطح المادة المعرض للتفاعل، وقلنا عندنا هنا بتزداد سرعة التفاعل بزيادة مساحة سطح المادة المعرض للتفاعل. وسؤال بيجي كتير جدا، علل لما يأتي. تتفاعل كمية من برادة الحديد مع حمض الهيدروكلوريك أسرع من تفاعل قطعة من الحديد لها نفس الكتلة. يبقى السبب هنا ليه؟ زيادة لأن مساحة البرادة المعرض للتفاعل، مساحة سطح البرادة المعرض أكبر من مساحة سطح قطعة الحديد، وسرعة التفاعل الكيميائي تزداد بزيادة مساحة السطح المعرض للتفاعل. ده كان العامل الأول اللي هو طبيعة المتفاعلات. طب بالنسبة لتركيز المتفاعلات بقى مستر حسام، تركيز المتفاعلات عشان نفهمه بنجيب أبوبتين اتنين اختبار، وبأجيب حمض هيدروكلوريك مخفف وحمض هيدروكلوريك مركز وشريطين متساويين المغنيسيوم. بعمل ايه؟ بحط هنا حمض هيدروكلوريك مركز وهنا حمض هيدروكلوريك مخفف متساويين في الكمية، هنا 10 مللي جرام وهنا 10 مللي، حطيت في الاثنين قطعه مغنيسيوم. ايه اللي انا هلاحظه؟ هلاحظ مع الحمض الهيدروكلوريك المركز كان التفاعل سريع وخرجت لي كميه كبيره من غاز الهيدروجين، مع الحمض المخفف كان التفاعل ادالي غاز الهيدروجين بس في زمن اطول شويه. طب ليه؟ بسبب زياده التركيز. فلما زاد التركيز ايه اللي حصل؟ زادت عدد الجزيئات، فزادت عدد التصادمات، فزادت سرعه التفاعل. يبقى تاني شرط قلناه تركيز المتفاعلات. الثالثه درجه الحراره، التجربه بتاعتنا عشان نفهمها بجيب كاسين اتنين، احط في كل كاس كميه متساويه من الميه، بس الكاس الاولاني كميه ميه بارده، الكاس الثاني كميه ميه سخنه، واجيب قرصين اتنين فوار واحطهم في الكوبايتين. ايه اللي هيحصل؟ هذا الفوران مع الماء الساخن سريع، ومع الميه البارده في فوران بس ببطء شويه. ليه؟ لان كلما زاد درجه الحراره بيزيد طاقه حركه الجزيئات، فيزيد عدد التصادمات فتزيد سرعه التفاعل. الثالثه العامل حفاز او الانزيمات. كلمه عامل حفاز هي ماده بتغير من سرعه التفاعل الكيميائي، بتغير من السرعه، بتغيرها. ما ممكن تعمل حاجه من الاثنين، يا غير السرعه ان انا ازودها، يا نقص السرعه ان انا اقلل. طب لو زودت السرعه يبقى اسمي عامل حفاز موجب. يبقى هو العامل حفاز الموجب هي ماده تزيد من سرعه التفاعل الكيميائي. طب العامل حفاز السالب هي ماده تقلل من سرعه التفاعل الكيميائي. يبقى دوت اسمه عامل حفاز، بيغير من سرعه التفاعل الكيميائي. طيب العامل حفاز، التجربه بتاعتنا بجيب كاسين اتنين واحط في الكاسين كميه متساويه من فوق اكسيد الهيدروجين اللي هو معروف باسم ميه الاكسجين، واسيبهم في الهواء الاول الاثنين بيتفككوا يديني غاز الاكسجين. اجي في انبوبه من الاثنين واحط كميه من ثاني اكسيد المنجنيز، وهنا ثاني اكسيد المنجنيز اسمه عامل حفاز او عامل مساعد، الاثنين بمعنى واحد عشان ما تلخبطش. في الاختيارات يقول لك ثاني اكسيد المنجنيز يعتبر عامل نقط، وما كتبش حفاز بس كاتبها مساعد، اختار كلمه مساعد لان مساعد هي عامل حفاز. عمل ايه بس اكسيد المنجنيز؟ زود من سرعه تفكك مين؟ فوق اكسيد الهيدروجين الى ميه واكسجين. يقول لك ايه وظيفه ثاني اكسيد المنجنيز؟ تقول له عمل ايه وظيفته؟ يزيد من سرعه تفكك مين؟ فوق اكسيد الهيدروجين الى ميه واكسجين. طيب في تجربه ثانيه اللي هي اسمها الانزيمات، احنا قلنا عامل حفاز والانزيمات. طب ايه الانزيمات؟ مركبات كيميائيه تنتجها اجسام الكائنات الحيه، تعمل كعوامل حفازه تزيد من سرعه تفاعلات كائنات حيه بس اسمها تفاعلات بيولوجيه. زي عندنا التجربه برضو بجيب كاسين اتنين واحط في الاثنين كميه متساويه من فوق اكسيد الهيدروجين، واحط في واحده من الاثنين قطعه من البطاطا، ولاحظ ايه اللي بيحصل. هل قال انا حطيت فيها قطعه البطاطا خرجت لي كميه من غاز الاكسجين؟ طب خرجت ليه؟ لان البطاطا انتجت انزيم اسمه الاوكسيديز او الاوكسيدايز، ودوت وظيفته ايه؟ ايه وظيفه انزيم الاوكسيديز او الاوكسيدايز؟ وظيفته يزيد من سرعه تفكك فوق اكسيد الهيدروجين الى ميه واكسجين. يبقى ناخد بالنا كده ان فوق اكسيد الهيدروجين اتفكك مرتين، مره لما حطيت ثاني اكسيد المنجنيز كان عامل مساعد في التفاعل الكيميائي، حطيت قطعه البطاطا خرجت لي انزيم الاكسيديز وبرده زود من سرعه تفكك فوق اكسيد الهيدروجين، النتيجه واحده. ماذا يحدث عند اضافه ثاني اكسيد المنجنيز الى فوق اكسيد الهيدروجين؟ ماذا يحدث عند اضافه قطعه بطاطا الى فوق اكسيد الهيدروجين؟ الاجابه بتاعه السؤالين حاجه واحده، تتفكك او تزيد سرعه تفككه الى مين ومين؟ نقول له الى ميه واكسجين. كده احنا بسرعه جبنا الجزء بتاع سرعه التفاعلات الكيميائيه، فاضل اخر جزء اللي هو المحاليل. في جزء طبعا خاص بيه اللي هي مواصفات او خواص العامل الحفاز، طبعا له مجموعه من الخواص برضو بنقول لابنائنا ان هو طبعا غالبا بيكفي كميه قليله منه، لا يحدث له اي تغير كيميائي او نقص في الكتله، بيرتبط اثناء التفاعل بالمواد المتفاعله ثم سرعان ما ينفصل عنها لتكوين النواتج، بيقلل من الطاقه اللازمه لعمليه التفاعل. طبعا بيغير من سرعه التفاعل ولكنه لا يؤثر على بدء او ايقاف التفاعل ولا يتغير وزي ما يدخل زي ما بيخرج. بالنسبه عندنا طبعا في جزء يسمى بالمخاليط الاول، وعندنا المخلوط عباره عن
نوعين، نوعين، مخلوط متجانس ومخلوط غير متجانس. المخلوط المتجانس قلنا المخلوط الذي تتوزع فيه جزيئات المذاب في المذيب بطريقه منتظمه ولا يمكن تمييزها بالعين المجرده، زي قلنا ملح وميه او سكر وميه. المخلوط الغير متجانس مخلوط تتوزع فيه جزيئات المذاب في المذيب بطريقه غير منتظمه ويمكن تمييز مكوناته بالعين المجرده، زي ميه ورمله، عندنا ميه وزيت، دي بنقول عليها مخاليط غير متجانس. غير متجانس. المحلول بقى عندنا عبارة عن ايه المحلول؟ قلنا عبارة عن مخلوط متجانس التركيب يتكون من مذيب ومذاب. ناخد بالنا المخلوط هو محلول، بس المحلول ده اسمه متجانس، زي المية والملح زي ما قال مستر عادل، او المية والسكر، بيتوزع فيه جزيئات المذاب في المذيب بطريقة منتظمة. يبقى بيتكون من حاجتين اتنين، مذيب ومذاب. ايه الفرق بين الاتنين؟ المذيب المادة اللي بتدوب، يبقى يوجد بكمية كبيرة. المذاب المادة اللي بتدوب، اللي بيوجد بكمية قليلة. طب في محلول ملح الطعام، مين المذاب؟ الملح. ومين المذيب؟ المية. يبقى هنا ليه دوت مذاب وده مذيب؟ لأن المذاب موجود بكمية قليلة، كمية ملح قليلة. المذيب اللي هي المية موجودة بكمية كبيرة. يبقى ديت المحاليل اللي عندنا. طب المحاليل نوع واحد ولا أنواع؟ ثلاث أنواع المحاليل عندنا، ولازم بقى نميز بينهم. بالنسبة لي المحاليل عندي ثلاث أنواع، غير مشبع، مشبع، فوق مشبع. عشان أعرف الفرق بين الثلاثة، اللي في النص محلول لا يقبل إذابة. بالظبط. يبقى هنا اللي لا يقبل أو لا يمكن إذابة كمية إضافية من المادة المذابة، ده المحلول المشبع. يفضل عندي الغير والفوق. غير مشبع محلول يقبل إذابة كمية إضافية دون تغيير درجة الحرارة. الحرارة. الفوق مشبع بيقبل إذابة كمية إضافية بس بزيادة درجة الحرارة، أو بقول برفع درجة عند رفع الحرارة. عشان كده بقول عليه إيه؟ فوق مشبع. يعني بالزبط. هو فوق المشبع، وعشان كده عملت له عملية تبريد يرجع تاني يتحول مشبع. من محلول فوق مشبع إلى محلول مشبع، ويترسب المادة اللي احنا المادة المذابة الزائدة فيه. ودي طبعا بنلاحظها مع الناس اللي بيغشوا العسل، عسل النحل لما يحط عليه مية بسكر والكلام ده، بيجي فصل الشتاء السكر بيترسب السكر تحت، فبيبان ان الشخص ده يعتبر غشاش. نيجي عندنا ليه المحاليل بقى، أمثلة عندنا بقى عليها. عندنا في الأحماض، وفي قلويات وفي أملاح، طبعا لازم نعرف الأهمية الاقتصادية. بالنسبة للأحماض، عندنا الأحماض، هي الأحماض الأول. الأحماض هي مركبات كيميائية بتقعد عند ذوبانها في الماء أيون هيدروجين موجب. الأحماض أخدناها قبل كده، بتحمر ورقة عباد الشمس الإيه؟ الحمراء ولا الزرقاء؟ لا، بتحمر ورقة عباد الشمس الزرقاء، وبتبدأ كلها باستمرار بحرف اتش، ما عدا المية H2O، فأي حمض عندنا يبدأ بهيدروجين. يبقى الأحماض مركبات كيميائية تعطي عند ذوبانها في الماء أيون الهيدروجين الموجب. مثل في أحماض بينتجها جسم الإنسان، أحماض بنستخدمها في الصناعة. طب أحماض نبدأ عندنا، أحماض بينتجها الجسم، أول حمض اسمه حمض اللاكتيك، وده بيفرز عند بذل المجهود عند العضلات. أنا بفرز مجهود فبيطلع يجي لي شد عضلي، يقول لك عشان العضلات أنتجت حمض اسمه حمض اللاكتيك، يبقى بيفرز عند بذل المجهود. طب في أحماض بيحتاجها جسم الإنسان، في حمض المعدي برضو، ده بيساعد على هضم البروتينات، المواد البروتينية. يبقى أيوة. الجسم بيفرز حمضين، حمض اللاكتيك وحمض المعدي اللي هو اسمه حمض الهيدروكلوريك، وبيساعد في هضم المواد البروتينية. طب أحماض بيحتاجها الجسم، بحتاج حمض الاسكروبيك اللي هو فيتامين ده سي. ده بالنسبه لمجال الاحماض في الاغذيه، وعندي ثلاث احماض عندنا، اللي هو حمض الاسكروبيك اللي هو فيتامين سي يزيد من المناعه، وحمض الفوليك مسؤول عن تكوين خلايا الجسم، وده بيوجد في اروق الخضروات الخضراء. والحمض الثالث حمض السيتريك، وده بيعتبر بيستخدم كماده حافظه، اللي هو ملح ليمون، موجود فيه الطماطم والليمون والجوافه، دي اسمها احماض او ماده حافظه، اللي هو ملح الليمون. من اسمه كده ملح ليمون، فانا بحط اول اثنين ملح ليمون، يبقى ليمون وبرتقال. انما الطماطم والبرتقال والجوافه ده هنا حمض الاسكوربيك اللي هو فيتامين سي، مصدر لفيتامين سي. في عندنا الاحماض بتستخدم في مجال التنظيف او في المنزل، في الصناعه قلنا عندنا حمض الهيدروكلوريك، وده بيستخدم في المنظفات الصناعيه اللي بتستخدم في تنظيف اسطح في المعادن، في صناعه المنظفات وتلميع اسطح المعادن قبل طلاء. نيجي بقى بالنسبه لاستخدامات الاحماض في الصناعه، عندنا حمض الكبريتيك، صناعه الاسمده الزراعيه، وده حمض مين؟ النيتريك والفوسفوريك، ده طبعا الاثنين دول. يفضل عندنا بقى الكبير شويه، حمض الهيدروكلوريك الكبريتيك، وده له ثلاث استخدامات، صناعه تكرير البترول، المنظفات الصناعيه، ماشي، الالياف الصناعيه، الالياف الصناعيه، وبرضه في المنظفات الصناعيه والصابونات وبطاريات السيارات. السيارات هو طبعا عندهم على بس يلتزم بالكتاب الموجود عشان ما يبقاش فيها. فده بالنسبه للاحماض. طبعا بالنسبه للقلويات عندنا زي هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد المغنيسيوم وهيدروكسيد البوتاسيوم، دي امثله للقلويات. وعندي اليوم استخدامين اتنين، استخدام في مجال الصحه، وهنا بيستخدم ما يسمى هيدروكسيد المغنيسيوم او ما يسمى لبن المغنيسيا في صناعه الادويه المضاده لحموضه المعده. اكسيد الكالسيوم بقى عندنا ده بيعتبر من القواعد، لان طبعا لما بيضيف في الميه بتحول الى هيدروكسيد كالسيوم، ودي ماده قاعديه بتستخدم في ثلاث استخدامات،
أول حاجة عندنا صناعة الأسمنت، الأسمنت، معالجة حموضة، المياه، تقليل حموضة التربة، التربة. مش المعدة بقى هنا. أيوة فهنا تعتبر ده بالنسبة لي القواعد واستخدامها في الصناعة. الصناعة نيجي للأملاح. كتيرة بقى طبعا الأملاح. عندنا الأملاح، في عندنا حاجات كتيرة جدا بالنسبة لي مجال استخدامها. بالنسبة للجسم في أملاح بيحتاجها صوديوم الجسم، زي وبوتاسيوم، عندنا صوديوم، وبوتاسيوم يبقى إشارات عصبية أهو، صاد صاد وبه، يبقى هنا أملاح الصوديوم والبوتاسيوم تستخدم في نقل السيالات العصبية. طب فوسفور ومغنيسيوم، يبقى هنا بيدخل في صناعة الأنسجة، سجل ده بالنسبة للفوسفور. يدخل في تكوين الكالسيوم الأنسجة، والمغنيسيوم الاثنين هم اللي بيخشوا في صناعة أو في تقوية عظام العظام والأسنان. والأسنان. طيب يبقى نيجي احنا عندنا كده في قلنا الصناعة. ثلاثة محتاجينهم، ممكن نقولهم تاني مستر عادل بالراحة. طيب يبقى أول حاجة عندنا صوديوم وبوتاسيوم، قلنا أيوه بيستخدم في نقل الإشارات العصبية. ماشي. اتنين فوسفور، اللي عندنا أملاح الفوسفور، ودي بتدخل في تكوين أنسجة الجسم، الجسم. في عندنا كالسيوم، واللي عندنا هيبقى المغنيسيوم، المغنيسيوم، الاثنين بيدخلوا في تركيب العظام والأسنان. نيجي عندنا لملح الطعام، طبعا ده أكتر استخدام ليه في المنزل في تمليح وحفظ الأغذية. الأطعمة، أي أكل بنحط عليه ملح، طعم، بنعمل فسيخ بنحط عليه، بنعمل سردين بنحط أي عليه ملح، طبيخ، أي المخلل أكل، بنحط عليه ملح، فهنا بيقولوا عليه تمليح وحفظ الأطعمة، الأطعمة. نيجي نترات عندنا الفضة، للصناعة بقى، عندنا طبعا نترات الأملاح، الفضة، عندي أربع أملاح بتستخدم في الصناعة. أول حاجة عندنا كربونات الكالسيوم بتستخدم في صناعة الزجاج الزجاج والأسمنت، والأسمنت. نترات الفضة بتستخدم في صناعة أفلام التصوير الحساسة للضوء، اللي هي الأفلام القديمة اللي كانت بتستخدم لكن ما زال يستخدمها حاليا في الأشعة، أفلام الأشعة. رقم ثلاثة عندنا نترات البوتاسيوم البوتاسيوم، ودي بتدخل في صناعة الأسمدة والمتفجرات. والمتفجرات. كده احنا تقريبا خلصنا كل الجزء الاستخدامات، الموجود ويعتبر خلاص كده الكتاب خلص. ده كده الجزء ده خلص، لسه النشاط الإشعاعي. طب نشوف أسئلة. نشوف أسئلة أو ممكن نشوف حاجة عن النشاط الإشعاعي. طب ماشي. طيب عندنا مكتشف النشاط الإشعاعي، عشان برضو نعرف العلماء عندنا احنا برضو هنري بيكوريل ده مكتشف ظاهرة النشاط الإشعاعي. الإشعاعي. إيه المقصود بظاهرة النشاط الإشعاعي؟ ظاهرة النشاط الإشعاعي هي عملية تحلل أو تحول تلقائي لأنوية ذرات بعض العناصر المشعة، لأنوية ذرات بعض العناصر المشعة، يعني مش كل العناصر عندي مشعة. يبقى عملية تحول أو تحلل تلقائي لأنوية ذرات بعض العناصر المشعة. طب بيتحلل ليه؟ للوصول إلى تركيب أكثر استقرارا. طب ليه دوت عنصر مشع ودوت مش عنصر مشع؟ ده عنصر مشع لأن نواته بتحتوي على عدد من النيترونات يزيد عن العدد اللازم لاستقرارها، زي اليورانيوم 239 عندي 92 بروتون و138 نيترون، فعدد النيترونات اكبر من عدد البروتونات، يعني ده 138 وده 92، فعشان كده ده عنصر مشع. طب ليه عنصر مشع؟ لانه بيخرج اشعه غير مرئيه. الاشعه غير مرئيه زي مين؟ زي اشعه الفا واشعه بيتا واشعه جاما. واشعه الفا وبيتا وجاما دي عندها قدره هائله على النفاذ. طب النشاط الاشعاعي دوت حاجه مهمه؟ مهمه جدا. دلوقتي بقى النشاط الاشعاعي ليه استخدامات كتيره، بستخدمه في الطب، بستخدمه في الزراعه، بستخدمه في الصناعه، بستخدمه في توليد الكهرباء، بستخدمه في استكشاف ما يجري تحت سطح الارض، بستخدمه كوقود. دي طب نبدا الاستخدامات بالاول السلميه بالنسبه للنشاط الاشعاعي. الاشعاعي احنا هو ده طبعا عندهم. اتكلمنا عن نشاط الاشعاع الطبيعي لكن في نشاط اشعاعي صناعي. احنا نشاط الاشعاع الطبيعي قلنا عمليه تحول تلقائي طب نقول لانويه ذرات الاستخدامات بعض وبعد كده نقول العناصر الصناعي المشعه محاوله منها للوصول الى تركيب اكثر استقرار. استقرار. وقلنا عندنا العناصر قسمناها نوعين، في عناصر مستقره زي الحديد والعناصر العاديه، وفي عناصر مشعه. ليه بنسميها مشعه؟ زي ما حضرتك قلت، لان عدد النيترونات يزيد عن العدد اللازم تحتوي للاستقرار، انويتها على عدد من النيوترونات بيزيد عن العدد اللازم للاستقرار. لاستقرارها. طيب بالنسبه لنشاط الاشعاع الصناعي، لان طبعا الانسان استغل هذه الظاهره في استخدامات كثيره. بالنسبه لنشاط الاشعاع الصناعي قلنا عباره عن الاشعاع او الطاقه النوويه المنطلقه من التفاعلات النوويه التي تحدث في المفاعلات النوويه او من القنابل الذريه. وعشان كده قلنا نشاط الاشعاع الصناعي نوعين اتنين. النوع الاولاني يمكن التحكم فيه زي التفاعلات اللي بتتم فيه المفاعلات النوويه، ان انا اقدر ازود التفاعل او اقلل التفاعل او اوقف التفاعل. التفاعل. النوع الثاني لا يمكن التحكم فيه زي زي القنابل القنابل الذريه، طالما القنبله خلاص ما عادش ليها سلطه عليها، هي بقى بتخلص مع مع بعضها. بالنسبه لي الاستخدامات السلميه للطاقه النوويه لها استخدامات ومجالات متعدده. مجال الطب بتستخدم فيه واحد تشخيص، هو واحد هو اتنين، تشخيص يعني بكشف بيه عن الامراض، اتنين علاج بعض الامراض، يبقى تشخيص وعلاج بعض الايه الامراض زي مرض السرطان. السرطان يبقى دوت رقم واحد في الطب. طب في الصناعه تحويل الرمال الى شرايح سيليكون تستخدم في الدوائر الالكترونيه والكشف عن عيوب الصناعه. طب الثالثه في الزراعه القضاء على الافات الزراعيه وتحسين بعض السلالات النباتيه. طيب في الكهرباء المفاعلات النوويه كلها او معظمها بتقام بالقرب من المسطحات المائيه، فكانت الميه بتطلع من البحر تبرد المفاعل
تنزل من الناحيه الثانيه ميه سخنه بتموت للكائنات الحيه. فالناس العلماء قالوا احنا كده بنضر بالبيئه، فلازم ادور على حاجه استفاد بيها من الميه السخنه وفي نفس الوقت ما اضرش الكائنات البحريه. عملوا ايه؟ قالوا الميه السخنه بدل ما ارميها ليها حلين، يا اما احطها في قلب احواض لحد ما تبرد وارجعها تاني البحر، او استفاد بيها في توليد الطاقه الكهربائيه. وده هو دلوقتي الاستخدام الشائع، الميه السخنه بتطلع من تبريد المفاعل بتخش على توربينات اللي هي المولدات الكهربائيه. انا عندي هنا في مصر بنعمل ايه؟ بولد الكهرباء ازاي؟ الميه بتخش من الخزان تسخن بالفحم او السولر، تتحول لبخار، البخار يدور التوربين، التوربين يديني طاقه كهربائيه. دي المحطات الحراريه. طب انا عندي ميه سخنه طبيعيه، المحطات الحراريه، انا عندي دلوقتي ميه سخنه خارجه من المفاعل، يعني مش محتاج ان انا اسخنها، هعمل فيها ايه؟ هحولها من هنا تخش على التوربين، التوربين يديني طاقه اسمها طاقه كهربائيه. يبقى كده استخدمناها في توليد الطاقه الكهربائيه. طب بعد كده قال لك في بصور بحدد بيها اماكن الميه الجوفيه والبترول الموجوده في باطن الارض، بستخدم الطاقة النووية كوقود نووي زي الهيدروجين بيستخدم في سفن الفضاء. مجال استكشاف الفضاء. أيوة. ده بالنسبة أو النوع الأخير اللي هو مجال التنقيب، بستخدمه في التنقيب والبحث عن البترول المياه الجوفية والبترول الجوفية. ده بالنسبة للاستخدامات السلمية. الطاقة النووية بقى. أو النشاط الإشعاعي طبعا أضراره. له أضرار. وهنا ما أو ما ينتج عنه ما يسمى بيئة التلوث الإشعاعي. ما المقصود بالتلوث الإشعاعي؟ التلوث الإشعاعي هو ارتفاع نسبة المواد المشعة في الهواء. طب دي طبعا القصة كلها بدأت واحنا اخدنا بالنا منها من ساعة انفجار مفاعل تشيرنوبل في الاتحاد السوفيتي. لما انفجر المفاعل ابتدنا نحس ونقيس قوة النشاط الإشعاعي. قال لك ان الانسان بيتحمل في اليوم الواحد مقدار 5 ريم، ريم والريم ديت وحدة قياس النشاط الإشعاعي. نحطها مع الوحدات اللي احنا قلناها، قلنا امبير، قلنا اوم، قلنا فولت، معهم كلمة ريم، دي كلها وحدات قياس. الريم وحدة قياس النشاط الإشعاعي. طيب يبقى الانسان بيتحمل كام ريم؟ 5 ريم. لما انفجر المفاعل النووي البني ادمين اللي حوالين المفاعل اتعرضوا لجرعه اشعاعيه كبيره في فتره زمنيه قصيره اللي هي فتره الانفجار. الهواء حرك التراب اللي موجود نتيجه الانفجار المحمل بالمواد الاشعه وده شرق اوروبا وغرب اوروبا، فنزلت الامطار، الناس اكلت الخضروات والنباتات اللي فيها مواد مشعه بس كانوا كميات قليله في فتره زمنيه طويله، ابتدت تظهر الاثار. يعني معنى كده ان حصل كام تاثير؟ 2. اول تاثير نتيجه التعرض لماده مشعه كميه كبيره في فتره زمنيه قصيره، سبب ايه؟ تدمير 4 حاجات. تدمير نخاع العظام، ونخاع العظام مسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه. 2. تدمير الجهاز العصبي، تدمير الجهاز الهضمي، تدمير الطحال. يبقى 4 تدمير نتيجه التعرض لجرعه اشعاعيه كبيره في فتره زمنيه قليله. يبقى تدمير نخاع العظام، تدمير الطحال، تدمير الجهاز الهضمي، تدمير الجهاز العصبي المركزي. التأثير الثاني بقى الناس اللي اكلت خضروات واكلت لحوم المواشي اخذوا كميات صغيره بس في فتره زمنيه طويله، يبقى التعرض لجرعه اشعاعيه صغيره في فتره زمنيه طويله. ايه اللي حصل؟ 1. تأثيرات بدنيه، ابتدى يظهر مرض اسمه سرطان الجلد، ما كانش موجود، ما كانش حد يعرفه، عرفوه بقى في الوقت ده، ابتدى ينتشر، هو موجود بس زاد شويه نتيجه التعرض لجرعه اشعاعيه صغيره. يبقى تأثيرات بدنيه. تأثيرات وراثيه، اتغير في تركيب الكروموسومات فأدت لولادة أطفال غير عاديين. تأثيرات خلوية، اتغير في تركيب خلايا الدم المسؤولة عن اللي هو الهيموجلوبين الموجود في الدم والمسؤول عن نقل الأكسجين. يبقى في كام تأثير نتيجة التعرض لجرعة إشعاعية صغيرة؟ 3 تأثيرات، تأثيرات بدنية، تأثيرات وراثية، تأثيرات خلوية. طيب نعمل إيه؟ المفروض في اجراءات بقى يا استاذ عادل. لكن قبل الاجراءات ده عندنا احنا طبعا عندنا مصادر التلوث، في نوعين اتنين من مصادر التلوث، في مصادر طبيعيه وفي مصادر صناعيه. المصادر الطبيعيه بتتمثل في اول حاجه بقى. عندنا يبقى رقم 1 عندنا اللي هي مصادر الاشعاع الموجوده في الطبيعه او في البيئه اللي هي العناصر المشعه اللي موجوده في البيئه، والاشعه الكونيه القادمه الاشعه الكونيه القادمه من الفضاء الخارجي. دول مصدرين او سببين اتنين لمصادر التلوث الطبيعي. بالنسبة لمصادر التلوث أو مصادر التلوث بقى الصناعي اللي هي بفعل الإنسان، ودي طبعا بتنتج من المفاعلات النووية، النفايات الذرية اللي موجودة. رقم 3 نتائج تجارب تفجيرات القنابل الذرية اللي بتجريها بعض الدول نتيجة لهذه الانفجارات بيحدث تلوث إشعاعي. دول 3 مصادر الصناعية اللي الإنسان سبب في حدوث التلوث الإشعاعي. طبعا عندنا بالنسبة لحادثة مفاعل تشيرنوبل طبعا كان السبب فيها خطأ فني في التشغيل أدى للانفجار، وبعد طبعا نتيجة الانفجار ظهرت بعض العناصر المشعة في الأطعمة ومنتجات الألبان، لأن طبعا لما حصل الانفجار اتكونت سحابة ذرية زي ما حضرتك قلت، والرياح حملتها مع الأمطار لما سقطت خدتها للتربة، انتصتها النباتات، انتقلت من التربة للنبات، تغذت عليها الحيوان والإنسان فانتقلت إلى الأجسام. نيجي عندنا بقى بالنسبة للاحتياطات.
طبعا في عندنا احتياطات في التعامل مع المواد المشعه، وفي احتياطات اثناء دفن النفايات. بالنسبه للوقايه، انا عشان احمي نفسي من التلوث الاشعه ومن اخطار الاشعه، ايه الحاجات اللي انا بعملها؟ عندنا 4 حاجات. رقم 1، ارتداء المتعاملين مع المواد المشعه للقفازات او الملابس الواقيه من الاشعاع. رقم 2، يجب الا يزيد مقدار ما يتعرض له الشخص من الاشعاع عن 5 ريم في اليوم الواحد، وان الريم ده وحده قياس الايه؟ الاشعاع الممتص. في عندنا رقم 3، نعمل ايه عندنا بالنسبه للنفايات؟ قلنا عندنا بالنسبه لضروره اصدار قوانين ملزمه لتبريد مياه، تبريد المفاعلات النوويه قبل القائها في مياه البحار. يبقى هنا المياه اللي بتستخدم في تبريد المفاعلات النوويه قبل ما تلقى في المياه عشان ما تعملش التلوث الحراري اللي ابنائنا درسوه في صف الثاني الاعدادي، بيتم تبريد هذه المياه قبل القائها. رقم 4، دفن النفايات حسب القوه بتاعتها. النفايات الضعيفه والمتوسطه بتدفن في باطن الارض على اعماق كبيره. النفايات بتحاط بالصخور والاسمنت، طبعا هي بتجمع هذه النفايات في براميل من الحديد الصلب، وبعد ذلك بترص جنب بعضها ويصب عليها الخرسانه، وبعد كده بيحط عليها عشان تبقى كلها كتله واحده. اما النفايات القويه بتدفن على اعماق كبيره في باطن الارض. ايه بقى الاحتياطات اللي انا لما اجي ادفن، او شروط المنطقه اللي هتدفن فيها هذه النفايات؟ قلنا 2 شرط. الشرط الاول ان تكون منطقه مستقره خاليه من الزلازل والبراكين حتى لا تنتشر المواد، ترجع مره ثانيه لسطح الارض. رقم 2، ان تكون هذه المنطقه بعيده عن مجرى المياه الجوفيه حتى لا تتلوث المياه اثناء مرورها على هذه النفايات. ده بالنسبه لي هذا الجزء الخاص بالنشاط الاشعاعي. نبدا نشوف عندنا، بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه. احنا كده يعتبر عملنا مراجعه على المنهج بتاع الترم الثاني كله، وربنا يجعله فايده بقى. يعني ابنائنا كده ربنا يوفقهم برضو، يعني اللي ما حصلش. وطبعا بنقول لابنائنا اجتهد، نجتهد شويه، وبرضو الموضوع هيبقى بسيط جدا، لكن نفهم ونشوف الاسئله اللي موجوده ايه برضو. بنقول لهم طبعا اتعبوا شويه وحلوا اسئله الكتاب. ابننا هيمتحن في الكتابين، مش كتاب واحد، يعني ترم اول وترم ثاني، فهو يركز على الكتابين، التدريبات وأسئلة الكتاب المدرسي اللي موجودة في نهاية الكتاب هنا ونهاية الكتاب هنا، ويشوف الأسئلة بتيجي إزاي ويبدأ يتعامل معها، وبرضه ما يتسرعش في الإجابة، بالراحة. والامتحان إن شاء الله برضه أكيد هيبقى جاي سهل، بس يذاكر ويعمل اللي عليه.